بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل محاضرة كده اسمها Imaging in General Surgery. هنعوز واحدة تانية. النهارده هنتكلم عن اكس راي، تشيست اكس راي، وابدومينال اكس راي، والترا ساوند، الحاجات المهمة في الجراحة. المرة التانية هنعوز نتكلم عن حاجات ادفانسد شوية، سي تي وام ار اي. الحاجات بتاعت النهاردة كلها مش للجراحين بس، دي المفروض وانت طالب عارف الكلام ده، لان انت هتقابله وانت امتياز، مفيش دكتور ما بيعديش على الامتياز ومهما كان تخصصك. وفي الامتياز انت ممكن تكون لوحدك، يعني عادي على فكرة، يعني ممكن يكون مفيش حد تاني، ممكن تكون انت صاحب القرار. واحنا هنتكلم على حاجات النهارده، الحاجات اللي بتموت، يعني الحاجات اللي هي لو ما عرفتهاش العيان بيموت منك. ف يعني يا ريت الناس تركز معانا، المحاضره مهمه جدا. يمكن المره اللي جايه تكون حاجات ادفانسد شويه، ممكن نكون مثلا الجماعه بتوع اللي هم الجراحه بس يهتموا بيها، انما النهارده دي مش جراحه، دي ده مش جراحه، ده طوارئ. الحاجات بتاعت النهارده كلها للطوارئ. فانت بقى ناوي تشتغل بطنة، ناوي تشتغل نساء، ناوي تشتغل أشعة، ناوي تشتغل تخدير، أو وات ايفر. النهاردة دي ده يعني إذا ماست، يعني أنت تبقى عارف الكلام ده. حياة بني آدمين. طيب فهنبتدي كده البرزنتيشن بتاعي. تمام كده باين يا جماعة عندكم فول سكرين؟ لو تمام. بدأت دكتور احمد بيه لو سمحت تسجل يعني. هو التسجيل شغال كده كده، احنا بدأنا التسجيل. أتأكد عشان خاطر انت شككت لي في نفسي. انا اعتقد ان انا بدأت التسجيل. احنا كده بدأنا التسجيل. طيب فهو الاسم كده مغلوط، يعني دي مش ايميجنج ان جنرال سيرجري ولا حاجة، دي ايميجنج للطب. فعشان خاطر بس الناس ما تفتكرش ان ديت حاجات للجراحة. المرة الجاية ممكن هنعمل واحدة تانية كده، هنتكلم عن السي تي. بصراحة برضو في حاجات المفروض كلنا نبقى عارفينها في السي تي، السي تي بالذات، يعني مش الام ار اي. حتى الام ار اي ممكن يكون ايه، لا يعني مش لازم كلنا نبقى عارفين الام ار اي، انما اغلبنا المفروض يبقى عارف السي تي. السي تي دلوقتي بقى موجود في كل حتة، وبقى بيعتمد عليه، وموجود في مصر يعني على فكرة، وفي كل حتة، وبيعتمد عليه في التشخيص حاجات كتير جدا. ال سي تي. طيب البتاعة دي، المحاضرة النهاردة تفاعلية، فخلوني أعمل لكم أنميوت كلكم علشان خاطر تجاوبوا عليا، يعني عشان خاطر إيه الناس تجاوب عليا. فخليني هقضي وقت شوية كده أعمل أنميوت، عشان انا طبعا هفتح البرزنتيشن ومش هعرف اخش واطلع تاني. فالناس يا ريت ايه، اعتقد كله معمول له انميوت، يعني يا ريت الناس ترد عليا بعد اذنكم. مش هعرف دكتور مش كله مش كله عامله دكتور عامله كله انميوت تمام. تمام. انا مش هعرف ارد عليكم بقى يا جماعه، لما افتح البرزنتيشن يا ريت تردوا عليا. انا هنحط السلايدز والناس تقول شايفين ايه. فهنبدا بشويه تشيست اكس رايز كده. الشيست اكس راي مفيش حد امتياز، كلكم هتبقوا في امتياز مهما كان تخصصك، المفروض ما يبقاش عايش في الشيست اكس راي. وصدقني انت وانت امتياز ممكن تكون سبب في انقاذ حياه بني ادم. انت متخيل ان انت في حد فوق منك، هو غالبا اللي فوق منك يا حاجه من الاثنين، يا مش موجود يا ممكن يكون مش عارف. ده عادي جدا يعني، ما انت مكشوف يعني، ومش عشان المسؤوليه الطبيه. يعني انت مسؤوليه طبيه اللي هي قانونيه، ما فيش مسؤوليه. هتقول انا بس عشان تبقى مسؤوليه قدام ربنا، لو قدرت ان انت تنقذ حياه انسان يبقى كتر خيرك يعني. طيب الاول حد كده يبص كده على الاكس راي ديت ويقول لي يعني هو بيعمل لها انتربريتيشن ازاي وشايف فيها ايه. اي حد يتبرع.
يا شباب انا مش شايفكم عشان ننادي عليكم، فبقى حد يتبرع ويقول لنا الاكس راي ديت هو بيعمل لها معاك يا دكتور. انتربريتيشن ازاي وشايف فيها ايه. قول يا حسين. دي اكس راي اي بي جود كواليتي، التراكيه سنترالايزد، نو اوباستي في الشيست، والكوست اوف رينيك انجل فري، تمام وز نو اذر ابنورماليتي. تمام حد ليه كلام مختلف عن اللي حسين قاله؟ ايوه بنبص الاول على هي بي، هي دي اي بي فيو شيست اكس راي، بنبص على البونز، فراس الكيج، الكلافيكل، الهيومرس. تعرف ازاي يا احمد اي بي ولا بي اي فيو؟ ايه الفرق وايه الفرق؟ بصراحة مش عارف هي بتبقى يعني ايه كده، بس هي غالبا هو ده المقطع المشهور يعني اللي احنا بنشوفه، هو ده الاي بي في معظم، يعني هي اي بي ولاترال. احنا بنشوف اللاترال ده اللاترال فيو، اللي هو بيبقى الاي بي بيبقى الكلافيكال والهيومرس والحاجات دي باينة كده زي ما واضحة كده حد ليه إجابة تاني غير أحمد قالها؟ حد عارف إجابة تاني غير دي؟ انا مع انها بي اي يا دكتور، بي اي فيو. بي اي فيو صح، هي كده بي اي فيو مش اي بي فيو، هي بي اي فيو بوستيرو انتيريور فيو. بنعرف ازاي؟ بتعرف ازاي يا دكتور؟ واحدة من الحاجات هي الكلافيك، لما تجد هوريزونتال لك متساوي هذه اي بي، لكن لما تجد كيف المايلة لك في الميلة بي اي. هذه المعلومة اللي عندي. طيب حد عنده إجابة تانية؟ ماشي دي إجابة كويسة، بس في حاجة أهم، الهارت، الهارت. الهارت مين من قال الهارت؟ مين اللي قال الهارت؟ انا أيوه، أنت نعم. مين؟ ما زياد، أنا مش شايفكم. زياد، سنة زياد كام يا زياد ولا بتعمل إيه؟ امتياز. امتياز. إيه بقى الهارت؟ إيه قصة الهارت في الموضوع؟ هو السايز اوف هارت لما بتكون بورتابل او اي بي، بيبقى الهارت بيبقى حجمه اكبر من البي اي، البي اي بيبقى اصغر شويه. طيب كل واحد بقى ايه يعني، يا ريت يعني كل واحد معاه ورقه وقلم كده عشان ايه هيكتب الواجب اللي هيعمله بعد المحاضره ديت، الواجب اللي هيعمله كل واحد بقى عشان اقول له بعد ما يخلص لو حابب يستفيد اكتر استفاده يعمل الواجب. اول واجب تعمله كل واحد فيكم يكتب كده شيست اكس راي بوستر انتيريور فيو وفيرسس شيست اكس راي انترو بوستيريور فيو عشان يشوف الفرق شكله عامل ازاي، عشان تشوف بعينك على الصور كده ايه الشكل عامل ازاي، لان انا مش جايب لكم خالص اي بي فيو، كل اللي جايبه النهارده بي اي فيو. بي اي فيو يعني ايه؟ يعني الصوره متاخده من ورا لقدام، انما اي بي فيو من قدام لورا. انت دلوقتي لما بيجوا يعملوا الاشعه ديت ساعات الاحسن عشان تبين لي احسن ان انا البوستر انتيرور فيو، فالإشعة عشان تعمل بوست انتيرو فيو لازم ايه، لازم العيان يبقى واقف ويحضن جهاز الإشعة كده عشان خاطر ايه الإشعة تصوره. طيب ساعات ما بيعرفش يعمل الكلام ده، ساعات ما بتقدرش انت تعمل الكلام ده، بيبقى العيان مش قادر يقف مثلا، او العيان نايم على السرير في العناية، عيان عنده مشكلة في رجله، عنده مكسور في حادثة، وات ايفر. فانت بتصور بقى، بتجيب الجهاز البورتابل ده وتصوره من قدام لورا انترو بوستيريور فيو. خلاص الفرق المهم جدا ان الكاردياك شادو الريشيو بتاعته لما انت لو صورت من قدام لورا اللي هو انترو بوستيريور فيو بيبقى كبير جدا، فبيبقى مش مبين لك حاجه، يعني بيبقى مش مبين لك اللنج، ولا بيبقى الكاردياك شادو تقريبا مايل للشيست اكس راي. وبتبقى البورتابل ده كمان لما بيبقى العين نايم كمان، يعني بيبقى العين بقى ايه يعني متني كده، شوف هنا شوف العين شكله مفروض هنا كده ازاي والدنيا حلوه، لا بيبقى متني كده، وبعد كده العظم ده كله بيبقى داخل على بعضه واللنج بتبقى مكرمشه كده وبتاع، فبيبقى الصوره مش واضحه. بس انت ساعات اللي هو ايه نص العمى ولا العمى كله، عيان مثلا طالع من العمليات وانت شاكك ان في يكون في بيرفوريشن ولا يكون في حاجه، عيان في العنايه برضو يكون شاكك في حاجه، مثلا يكون عنده نمونيا ولا شاكك في مثلا حصل له نيموثوراكس ولا حصل له هيموثوراكس ولا حصل له اي حاجه. فنص العمى ولا العمى كله. فانت طبعا في الاي بي فيو اللي هو الاسوأ بتشوف برضو مش وحش، فلو سمحت حاول لو انت عايز
يعني اقصى استفادة من النهاردة تعمل الواجب بتاعك، ودي اول واجب تعمله. دور على الفرق ما بين الاي بي والبي اي. في حاجات بقى في الفيزياء ازاي دي بتطلع كده، انا كنت في رسمة كده كنت عارفها زمان، ازاي اشمعنى دي بتطلع الهارت كاردياك شادو كبير، عايز تدور عليها تدور، مش عايز تحور براحتك، دي انت يعني مش هتهمك قوي غير لو انت هتخصص اشعه يعني. طيب في طريقه في الانتربريتيشن بتاعه الشيست اكس راي بيعلموها في الكورسات وبيعلموها لما تيجي تاخد الاي تي ال اس، طريقه سهله جدا، حد عارفها؟ اي بي سي دي، حد عارف اي بي سي دي ابروتش فور انتربريتيشن للشيست اكس راي؟ زي الاي بي سي دي كده بتاعت التروما، اير واي بريزنج سيركوليشن ديسابيليتي، في اي بي سي دي بتاعت الشيست اكس راي. يعني هو اول ما يجي الايه شيست اكس راي ايه؟ ايوه الايه اللي هو الاير واي التراكيه. الايه، الايه هو الاير واي اللي هو عندك التراكيه والاثنين برونكاي وعندك اللنج، يبقى ده الاير والبي واي، البي البون والبي البون مظبوط، والسي كلافيكل والسيك ماشي، كاردياك والدي، الكوستوفرينيك والكاردياك شادو، والكاردياك شادو مظبوط، انجل كوستوفرينيك انجل وكوستوفرينيك انجل مظبوط، والدي دايفرام دايفرام الدايفراجم. الله ينور عليك، ايه الدايفراجم؟ ايه اللي يهمنا في الدايفراجم؟ كوستوفرينيك انجلك لا في حاجة أهم، في حاجتين أهم، في حاجتين مهمين لو في اير اندر دايفراجم في الرايت سايد مظبوط، اير اندر دايفراجم، ايه تاني؟ ولو هو والباراليسيس خلاص الاناليسيس اه بس الايه؟ هي مش باراليسيس، هي تقدر تقول لو في دايفراجم يعني اليفيتد فانت ممكن تكون شاكك، اه ممكن يكون مش موضوع باراليسيس بقى، لو في تروما ولا حاجه، دي في الحاجات الخطيره اللي بتهمنا، او لو في انترا ابدومينال كوليكشن ولا بليدنج ولا بتاع، وزائد الدايفراجم لفوق، او في الدايفراجماتيك، في الدايفراجماتيك رابشر، بس ديت مش بتبان قوي في الشيست اكس راي، الدايفراجماتيك رابشر بتبان في السي تي. خلاص يبقى ايه ده عشان ما تنساش حاجه، اي بي سي دي في الشيست اكس راي، ايه الاير واي هتبص على التراكيه، ادي حد شايف، شايفين الماوس بتاعي يا جماعه، العلامه بتاع الماوس بتاعي، اه طيب كده التراكيه كده سنترال كده اهوت، المفروض انها نازله على السباين، شايف ادي سباين، وادي سباين بتاعه الايه، بتاعه السيرفايكال سباين اهو، نازله عليها بالظبط اهو، المفروض ان انت تحط ثامب كده على الكلافيكل على الستيرنو كلافيكولار جوينت، وتحط ثامب على الناحيه الثانيه بالثامب بتاعك كده، التراكيه نازله وستوب، يبقى انت كده ايه، تراكيه سنترال، التراكيه ديفييتد يمين ولا شمال، يبقى انت ممكن تكون شاكك في مشكله عامله ديفييشن للتراكيه يمين او شمال، وشايفين التراكيه نازله كده، وبعد كده بتتقسم هنا، ادي برونكاي، ادي واحد هنا ناحيه اللي هي الشمال دي، واحد هنا الناحيه اليمين، وبعد كده اللنج هنا كده، شايفين ايه اللنج ماركينجز كده، طبعا ده لون، بصوا يا جماعه اي لون اسود زي ده جيت بلاك، بص ده جيت بلاك اهو، ده اسود خالص، والكونتراست التاني الابيض خالص اللي هو البون، بون زي ده كده، ما بين هي كل الاشعاعات السي تي والاكس راي هي عباره عن جريدز ما بين الاسود خالص والابيض خالص، الابيض خالص ده بون او كالسيفيكيشن، والجيت بلاك خالص ده هواء، ده اير، ما بينهم بقى كده في جريدز، في اللي هي ايه اللي هي الرماديات، الرماديات ده بقى في بقى رمادي غامق شويه ورمادي فاتح شويه ورمادي مش عارف ايه، فطبعا انت عارف شايف اللانج ماركينجز ديت كده واصله، كل لانج ماركينجز في اللانج كلها كل ده رمادي، ما فيش جيت بلاك زي ده خالص، ماشي كله رمادي 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 رمادي، في ماركينجز كده اللي هي الايه الخطوط الصغننه دي كده، دي بقى الايه الفيسلز بقى اللي هي بتاعت البرمونري فيسلز، وكل ده في هنا تيشو، يعني في حاجه في لانج، بس هي شيست اكس راي دي نورمال، دي نورمال شيست اكس راي دي ما فيهاش حاجه، دي عندك الكاردياك شاتو كويس، عندك من اول الاير واي، الاير واي كده كويس ما فيهوش حاجه، التراكيه سنترال تو برونكاي، اللانج ما فيهاش اي ليجنز ولا كونسوليديشن ولا اي حاجه، الكوستوفرين البي البون بتبص على الكلافيكل ما فيهوش حاجه، ولا في فراكشر ولا في ديسلوكيشن ولا حاجه، بتبص على عندك برضو ممكن تشوف الهيومرس والسكابيولا، ممكن الريبس طبعا هي اللي بتهمني في
الحاجات بتاعت التروما والجنرال سيرجري ديت مفيش اي حاجه، لا في ريب فراكشرز ولا في ريب ديسلوكيتد ولا في اي حاجه. السي قلنا الكوستو فرينك انجل اتنين زي الفل كلير خالص اهو. الكاردياك شادو ما هواش كبير ولا عجيب يعني. طبعا في الاورتيك ناكل اللي هي فوق الكاردياك شادو ديت، بس دي يعني ما مش قصتنا احنا في الجنرال سيرجري. بيبقى ساعات بيبقى فيها ايه كالسيفيكيشن او انيوريزم او وات ايفر. عندك ال ايه تاني في ال في السي عندنا كل كوستو فرينك انجل والكاردياك شادو. الدي الديافراج مفيش لا اير اندر الديافراج ولا حاجه. عندك في شايفين دي كده، دي كده ايه الجاستريك اير بابل، في شويه هواء هنا كده، ده بيبقى في شويه هواء في المعده على الناحيه الشمال. هنا مفيش حاجه خالص، هنا ادي الديافراج هنا زي الفل وتحتيه الليفر. طبعا الديافراجم لو هيبان لوحده بيبقى خط صغنون خالص، ده الديافراجم لوحده. اللي تحتيه ده السوفت تيشو بقى بتاع الليفر وبتاع ايه بقيه الحاجات اللي جوه في الابدومين. تمام، حد عنده مشكله لحد هنا؟ تمام التمام. طيب تمام، هقلب بقى وحد يرد عليا الشيست اكس راي دي فيها ايه؟ سبوت دايجنوزز غير اندر ديافراما غير اندر دايفراجم، واضحه جدا على الناحيه اليمين. هنا الناحيه الثانيه هنا ده ايه؟ ده هنا جاستريك اير بابل، ما هياش يعني ايه اير اندر، انما دي واضحه خالص اهو. طيب هل كل برفوريشن معاه اير اندر دايفراج؟ لا لا 30% بس اللي فيه اصلا. بس 30%، الله ينور عليك. ما اغلب البرفوريشن معهوش اير اندر دايفراج اصلا، فعشان خاطر بس لما تشوف ما تشوفش انا دايفراج دونت اكسكلود ان العيان ممكن يكون عنده برفوريشن، يعني مش بيكسكلود خالص خالص. دي مهمه جدا يا جماعه، عشان خاطر ديت بتغلط ناس كتير وبتخلي في بيحصل مشكله كبيره ساعات في الطوارئ، يقول لك ما احنا عملنا له اكس راي ما فيهوش حاجه. لا تمام خلاص، موضوع الاكس راي وان انت تعتمد على الكلام ده كان زمان، كان زمان بقى تعتمد، دلوقتي كله سي تي كله سي تي. هو زمان كانوا بيعتمد على كلينيكال اصلا، يعني كان بيعتمد على الكلينيكال، وكان في فترات كده زمان، وفي دكاتره موجوده على فكره من الفترات دي، يعني اللي هو الدكاتره اللي عندها 60 سنه و70 سنه، ودول دكاتره وفاتحين عيادات وشاطرين وكل حاجه، كانوا بيشتغلوا على كلينيكال بس، اللي هو عيان يخش كده زي البطيخه تخبط على بطنه تلاقيها بيرتونيتك تعمله لاباروتومي، لا اكس راي بقى ولا بتاع، ما كانش فيه اصلا افيلابيلتي. دلوقتي بقى فيه كل حاجه وفي الكلينيكال سنس بتاعك، فلما اوعى تشوف اكس راي وتقول ما فيهاش اندر دايفراج وما فيهاش ايه وما فيهاش، ده بتقول ده ما فيهوش برفوريشن ولا ما فيهوش حاجه. لا، ولو شفت اندر دايفراج يبقى تصوت على طول. يعني ما الديفرنشال دايجنوز بتاع الاندر دايفراج ايه يا جماعه؟ ايه تاني ممكن يعمل ايه اندر دايفراج؟ بوست اوبراتيفك بوست غير برفوريشن، لابراتيف. بوست اوبراتيف. مظبوط، بوست اوبراتيف لو واحد عمل عمليه بعديها بيوم او اتنين يعني، او لابروسكوبك كمان، بس بتبقى ايه يعني بيبقى في اير اندر دايفراج. المفروض ان خلال 24 48 ساعه الاير يكون اتشفط، ساعات بيقعد اطول من كده شويه. تمام، بتعتمد بقى على الكلينيكال بتاعك، الكلينيكال بتاعك البلد بتاعته ايه والسيمبتومز بتاعته ايه والكلينيكال اكزامينشن بتاعك ايه، وممكن لو انت شاكك تعمل سي تي كمان عشان تتاكد، فيعني عشان تعرف تفرق بينهم. ايه تاني؟ حاجه تاني، في حاجه كمان هي حاجه مش مهمه قوي بصراحه. طيب هي هجي بقى على برفوريتد، الاخر، هي برفوريتد فيسكس كلين، مش ضروري ديوين. برفوريتد فيسكس اي حاجه بقى، ممكن تكون اي فيسكس، بس انا بتكلم ايه تاني غير برفوريشن ممكن يعمل. هما الحاجه اللي هي زي ما انت قلت كده بوست اوبراتيف، وفي حاجه كمان هقولها لكم في الاخر، هتيجي هتجيها شيست اكس راي هجيبها لكم تاني. بس يعني اللي عايز اوصله لك ان الاير اندر دايفراجم لو لقيته الديفرنشال دايجنوزز مش كتير، هما مش حاجات كتير، فانت لو مش عارف او بتاع صوت وخلاص، يعني انقذ حياه الانسان ده خلاص، ما تسيبوش بقى قاعد كده بقى في الايه اير اندر دايفراجم وتسيبه قاعد بقى في الطوارئ 12 ساعه وبتاع. لا، الاول 12 ساعه دول ممكن يعني يموت فيهم، هي مش هتموته على طول بس هتموته كمان ايه. السبسس على فكره يا جماعه يعني من الحاجات اللي الناس بتستهون بيها، العيان لما بيخش في سبسس ساعتين ثلاثه ممكن يكون ميت، يعني لو انت سايبه كده وما بتديلوش اي لا فلويدز ولا هيدريشن ولا، انت لو اديته فلويدز بس انت كويس بتحسن، وانت لو اديته اكسجين وفلويدز حلو احسن ما فيش، انت لو اديته انتي بيوتيك يا سلام تمام، يبقى انت طولت خدتنا شويه وقت كمان زياده.
انت بقى لو خلاص بدات خلاص طبعا في الوقت بيضيع في العمليه السي تي وعمل البلادز ومش عارف استنى الدكتور جاي منين والدكتور اصلا في الحمام ومش عارف ايه، ففي وقت كده كده منك بيضيع غصب عنك، فحاول تقلل بقى الوقت ده. اول ما تشوف ايه عندك افراج على طول بتتصل بحد. اه العيان مش هيموت دلوقتي، بس في بقى لسه بقى على بال ما ينزل ويلبس ويجي ومش عارف ايه. يعني عيان السبسس انا شفت حالات 3 4 ساعات وبيكون مات. هو اساسا بيبقى جاي من بيته متاخر، يعني ساعات في حالات انت ما تعرفش السبسس بدأ من امتى، ممكن يكون بقى له 2 3 يومين. يعني انا شفت حاله، افتكر حاله كان عنده دايفرتيكولايتس، بيرفوريتد سيجمويد دايفرتيكولايتس، وشاب يعني هم طبعا في انجلترا بيسموا اللي عنده 50 سنه شاب، يعني 50 years old ده يقول لك ده يونج، فعنده حاجه و50 سنه كده، لان بس ده بيلعب كوره وبيروح يلعب جيم وبيطلع بالعجله بتاعته، وجي عنده بيرفوريتد سيجمويد دايفرتيكولايتس. احنا في انجلترا حتى هناك بيتعاملوا معاها باريحيه، اللي هو ايه طب ماشي يديله انتيبيوتكس ويديله فلويدز ومش عارف ايه وبتاع. الراجل كان سيبتك بطريقه جامده جدا، ديتيريوريتد بطريقه يعني في خلال اللي هو ايه من ساعه الادميشن نص ساعه بقى سيبتك، وبقى هايبوتنسيف تاكي كاردياك كونفيوزد، بلغ العنايه دوم عملوا له انتيوبيشن مش عارف ايه، يعني اتلحق على اخر لحظه. ليه؟ لانه الراجل فت، والراجل بقاله كذا يوم قاعد في بيته مستحمل. انت لما بتبقى فت وبتبقى فيسيولوجيكالي عندك فيسيولوجيكال ريزيرف قوي جدا، ممكن عادي يعني ممكن تستحمل. فانت ما انتش عارف العين ده بقاله كام يوم، هو اساسا دخل المستشفى كونفيوزد اصلا، ما انتش عارف تاخد منه هيستوري اساسا، ما انتش عارف تاخد منه هيستوري. فارجوك لو شفت اير اندر ذا فراك مصوت على طول، يعني ما تترددش، ما فيش ديفرنشال دايجنوزز كتير في الموضوع. طيب حد يقول لي ايه الاكس راي دي؟ سبوت دايجنوزز برضه. نيموثوراكسي الله رايت ينور عليك سايد يا دكتور، نيموثوراكسي. نيموثوراكس واضحه جدا. النيوموثوراكس الجماعه بتوع الاشعه بيقولوا المفروض ما يبقاش في شيست اكس راي معموله للنيوموثوراكس، ده المفروض، لان المفروض انت ما عندكش وقت لو انت نيوموثوراكس ده تشخصه كلينيكال وتحط شيست درين. خلاص تشخصه كلينيكال وتحط شيست درين. فعينين التروما ده طبعا فيري فيري كومن، فيري كومن بيحصل نيوموثوراكس. الاي تي ال اس الجديد اللي هو الاديشن 10 بيقول لك ان انت في النيوموثوراكس لو شاكك في النيوموثوراكس، طبعا كان زمان الاديشن اللي قبل منه اللي هو 9 كنا بنقول نيوموثوراكس يبقى شيست درين. دلوقتي قال لك لا نيوموثوراكس مش لا، قال لك شيست درين. اه ماشي شيست درين، بس انت عشان حد يركب شيست درين لازم يكون حد كواليفايد، مش اي حد بيركب شيست درين. طيب افرض على بال بقى ما يجي لك الحد الكواليفايد دوت، وعلى بال ما يحضر حاجته، طبعا شيست درين ديت يعني انت اللي شاف فيكو شيست درين او اللي ركب فيكو شيست درين، القصه يعني مؤلمه جدا مؤلمه جدا. انا لما كنت بروح اركب شيست درين ببقى يعني يوم مش فايت. ليه بقى؟ هات لي جازة، طب دي مش موجودة، هات لي كذا وبتاع، ويقول لك ايه ده كل حاجة عندك يا دكتور، وده في انجلترا، ده ما بتكلمش في مصر، ده انا في انجلترا، كل حاجة عندك في البوكس، وتفتح البوكس وتلاقي دي ناقص وتلاقي مش عارف ايه، وتطلع فوق وتنزل تحت عشان تجيب تجمع الحاجات دي. ما بالك بقى في مصر وفي مستشفياتنا وامكانياتنا والدنيا، فطبعا يعني الموضوع بياخد وقت شوية. فقال لك ان انت ممكن تعمل فينجر ثوراكوستومي. فينجر ثوراكوستومي ده هتخرم خرم وتدخل صباعك وتخرم البلوره كده بصباعك بالمشرط وتدخل صباعك وتطلع الهواء. ده مجرد هيديك وقت شويه، يديك شويه وقت على بال ما تكون حضرت حاجتك والشيست درين والكلام ده. طبعا الموضوع تقييمي جدا على حسب انت العيان بتاعك شكله عامل ازاي، الفيتالز بتاعته عامله ازاي، البريزنج بتاعه والريسبيراتوري ريت والساتوريشن وبتاع. بس يعني الفينجر ثراكوستومي بقت موجوده من الحاجات اللي اتغيرت في الاي تي ال اس الجديد. لازم كل الناس تاخد اي تي ال اس يا جماعه، يعني الاي تي ال اس ده كورس مهم جدا لاي حد ناوي يشتغل جراحه تخدير عنايه، اي حاجات فيها الايه اللي فيها الطوارئ دي. ولو انت حتى مش عارف خده، يعني لو انت مش عارف تتخصص ايه خده، يعني هو انا بشوفه مفيد جدا، وفي ظل الظروف ان انت في مستشفيات كتيره جدا ما عندكش كل التخصصات، فصدقوني الاي تي ال اس من الحاجات اللي انا استفدت منها كتير جدا 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 يعني.
وبقى موجود في مصر في حتت كتيره وبيعملوه بشكل كويس وشكل محترم. فحاول الناس تاخد اي تي ال اس يا ريت يعني. فده نيموثوراكس قال لك المفروض ما تتشافش اصلا في الاكس راي، المفروض ما يكونش في اكس راي فيها نيموثوراكس، لان المفروض ان انت تكون عالجتها قبل ما تشوفها. بس طبعا في، طبعا في اكس رايز كتير بتعمل نيموثوراكس، وفي بعض النيموثوراكس كتير على فكره بتبقى مش عامله سيمبتومز قوي، يبقى شكلها يخض يعني. انا كنت بشوف عيان شكل كويس جدا ما فيهوش اي حاجه، وتعمله اكس راي تلاقي فيه نيموثوراكس. وكان في، هي مش جايد لاينز بس في عرف كده، اللي هو لما تبقى نيموثوراكس ايه يعني، انت لو ما بتقيس المسافه، ادي اللي شايف الماوس بتاعي، ادي اللنج اهي، دي اللنج، ده الايه الايدج بتاع اللنج، ده لون فيه تيشو فيه، ده لنج ماركينجز زي الناحيه التانيه كده فيه لنج ماركينجز، بس اللنج ماركينجز انتهت هنا، من هنا لهنا ده اسود خالص ما فيش حاجه خالص، ما فيش اي ستراكشر خالص. كانوا يقيسوا المسافه، لو انت مثلا عين قدامك كويس ما عندوش سيمبتومز ولا حاجه، وعملت له شيست اكس راي وفي نيوموثوراكس، طب انا اعمل له شيست درين ولا ما اعملوش؟ فيقيس المسافه ما بين الريب كيج هنا كده مثلا والايه اللنج هنا، لو لقيت المسافه دي اكتر من 2 سنتي المفروض ان ده كده ايه، ده يعني سيجنيفيكانت اماونت، لا يبقى انا احط شيست درين. شيست درين لو لقيتها اقل ده خلاص غالبا هيابزورب لوحده. بس دي مش جايد لاينز ستريكت ولا حاجه، ده عرف كده عارفينه بين بعضينا، لان هي الموضوع ما فيهوش جايد لاينز ستريكت، هي بالاحساس كده. فانا دايما كنت اشوف، لما كنت اشوف العيان لو شكيت اركب شيست درين على طول، لو حسيت بذره شك ان العيان ده ممكن، ما انت بتبص على الاكس راي وتبص على السي تي، غالبا بيتعمل له تروما بيشنت بيتعمل له سي تي في اغلب الاماكن، وتبص على العيان، لو سالت نفس السؤال يعني، انا لو سالت نفس السؤال هو انا المفروض اركب شيست درين ولا لا، شيست درين ولا لا، بقوم مركب على طول. انما لو العيان كويس اللي هو ايه يا عم شيست درين ايه الموضوع مش مستاهل يعني، العيان ما هو قاعد زي العفريت اهو. طبعا العيان اللي هو عايز شيست درين ما بيستناش ان انت تفكر، اللي عايز بقى، ما في واحد مش عايز خالص، وفي واحد بتشك، وفي واحد عايز، اللي عايز ده هو يعني مش هتفكر، مش ما عندكش، هو هيصوت قدامك، العيان مش قادر ياخد نفسه، العيان ساتوريشن بتاعه واقع، الناس كلها عماله تصوت من حواليه وهو بيصوت وبتاع، ده اساسا يعني هتتركب سبونتينوس يعني، دي ما ده ما يتقلقش منه. حد عنده مشكله؟ انا احنا كل الحالات النهارده اكس رايز ونتفرج، يعني في حاجات كتيره ممكن طبعا في الاكس راي مالناش دعوه، مش هنقولها، احنا بنقول الحاجات الايه المهمه. حد عنده مشكله في النقطه دي؟ حد عنده سؤال لحد هنا؟ سؤال بس يا دكتور، اتفضل. الفيو هنا اي بي صح؟ لا ده مش واضح يعني، ده مش واضح، ده لولا يعني لو مش مكتوبه بالنسبه لي كده مش واضحه. طيب وعندك، انت عندك الكلافيكل زي ما قال دكتور قذافي كده مور ستريت، الكاردياك شادو يعني مش واضح، بس يعني مش هتفرق معايا قوي، مش هتفرق معايا قوي في ده، هي هتفرق معاك انت لو انت بقى ايه يعني، مثلا الكاردياك شادو مهم جدا، مثلا لما بتجيب الجماعه بتوع البطنه بقى يقول لك هارت فيلير ولا مش هارت فيلير، بس الكلام ده قديم قوي يعني، تقول عنده كارديوميوباثي ولا عنده لارج هارت سايز ولا بتاع من شيست اكس راي، خلاص بقى في ايكو وفي حاجات تانية يعني. فهي مش هتفرق معايا قوي اللي انت الفيو اللي انت تقول ده اي بي ولا بي اي. تمام؟ تمام. طيب سبوت دايجنوزز ليفت سايد تقريبا نيوموثوركس على الناحيه الثانيه واضحه جدا، انا جبتها لكم عشان تشوفوا في اختلاف. ادي ادي اللنجة دي واضحه جدا على فكره، هي في الطوارئ وفي الحوادث وفي الحياه عمرها ما بتيجي واضحه كده يعني، ساعات الواحد بيقول امال الطب اللي الواحد ذاكره ما بيبقاش موجود ليه في البراكتس يعني، في البراكتس ما بتبقاش كده، ما بتبقاش واضحه خالص كده، واضحه جدا اهي لنج كده، هي دي اللنج هنا بتنتهي، انت بتمشي مع الماركينجز من اول ميديستاين من هنا بتطلع لبره، بتلاقي هنا المنظر اختلف خالص هنا، ما تبصش على الخط، مش مهم الخط، اوعى تدور على الخط، عشان انا كنت بدور على الخط على طول، والخط ده ساعات بيبقى كلافيكل عشان تبقى واخد بالك، بيبقى قصدي السكابيولا يعني، في حالات كتيره كده انت بتدور على الخط يبقى الخط السكابيولا، ما تدورش على الخط، بتدور على الماركينجز، على الاختلاف في الكونتراست ما بين اللنج والاير، مفيش حاجه هنا خالص اهو، هنا ده هواء مفيش حاجه،
انما في كونتراست هنا، في جريش كونتراست كده لو بصيت الناحيه التانيه وقارنت واصل للاخر. طيب اللي بعديها افتصايد للميثوركس، نيوموثوركس، ودي معاها ميدياستاينر شيفت. شايف الميديا فكده شيفتت خالص الناحيه دي. لو انت حطيت ثامب هنا وثامب هنا، لو حط زي ما قلنا كده في اللي هي الاسترنو كلافيكرال جوينت، هتحط الثامب بتاعك هنا وحط الثامب بتاعك الناحيه الثانيه، هتلاقي التراكيه واصله رايحه للثامب الناحيه دي خالص، وبتاع ده ديفييتد خالص اهي، وتلاقي ادي البرونكاي وادي برونكاي، وادي ادي برونكاي على ناحيه وبرونكاي على ناحيه. اللنج طبعا واضحه خالص جدا، يعني دي مش هتشوفها في الحوادث عشان بس تبقى عارف. فحط واجب نمره 2، دور بقى على نيموثوركس مايلد ولا مودريت نيموثوركس، بص على اكس ريز كتير كده يكون فيها نيموثوركس صغيره، اللي هي بقى ايه، اللي هي بقى ايه، في مثلا دي مش للجراحه، دي لكل الدكاتره يا جماعه. يعني واحد ركب سنترال لاين، دي انا شفتها حصلت معايا، وسنترال لاين كومن يعني من الكومبليكيشنز بتاعته ان هو يعمل نيموثوركس. طبعا بعد ما ركب سنترال لاين بعديها بيومين كمان، مش نفس اليوم، تاكبنك الساتوريشن بتاعه واقع، مش عارف ايه، مش في بال حد خالص موضوع النيموثوركس ده، لان هي بعديها بيومين. اتاري الراجل ركب شيست سنترال لاين، نيموثوركس حصلت له بس بسيطه، بعديها بيومين لما حد بقى بص عليه وبتاع نعمله شيست اكس راي، لاقي في عنده نيموثوركس محترمه يعني. فالنيموثوركس ديت ممكن تكون بسيطه في الاول، طبعا هو عمل كذا شيست اكس راي، هو انت اصلا بيعملوا شيست اكس راي بعد السنترال لاين على طول، بس كانت باينه بس صغيره، بس محدش خد باله بقى. انما دي لو ما خدش بالك منها، يعني ديت في امتحانات بتسقط دي بقى، دي لو ما خدش بالك منها دي تسقط على طول. انما بقى في صغيره كده ارجوك حاول تبص عليها عشان خاطر تبقى عارف المنظره بتبقى عامل ازاي. طيب ده انا كده جايب لكم ديمونستريشن يعني هي ايه الميثوركس ديت. المفروض ان ده بتبقى اللنج دي كده، ده العادي، ده الهيلثي لانج، الكولابسد لانج، اللانج بتبقى كولابسد ومن بره ده البلورال الكافيتي، ويبقى ده كل ده اير، ما بيبقاش فيه حاجه خالص وضاغط على اللانج ديت، فالعيان ده عايش تقريبا من غير اللانج خالص لو هي عنده نيوموثوركس تنشن. نيوموثوركس دي بقى حاجه مسميات اوبن نيوموثوركس وتنشن نيوموثوركس. تنشن ده يعني في بريشر ضاغط على اللانج على طول، طول الوقت طول الوقت طول الوقت. واوبن نيوموثوركس يعني البريشر اقل شويه. بصراحه ان براكتس الاثنين انا ما يعني هو كله لازم تفكها وخلاص، ما تقعدش بقى تفكر ايه بقى الفرق بين التنشن والاوبن والكلام ده، ده حاجه مش مهمه الصراحه. يعني هو كله نيوموثوركس، يبقى احنا عايزين ايه، عايزين نعالج العيان ده. حد كده يعمل الاي بي سي دي ابروتش على الاكس شيست اكس راي دي ويقول ايه الفايندنج اللي فيها. بس عشان تعرف الفايندنج اللي فيها امشي سيستماتيك بالاي بي سي دي ابروتش. يا شباب وكأن على رؤوس، هنبدا بالالوير، نبدا بالايروي، نبص على التراكيه. تمام، التراكيه سنترلايزد. تمام ماشي. هنبدا نبص على في البريسنج، هنبص على اللانج والبلوره. لا هو بي مش بريسنج، هو اير، ايه ايروي اللي هو التراكيه واللانج، ما هو اللانج ده ايروي برضه. بي بون، بون نشوف البونز اللي هو في فراكشرز ولا حاجه، نشوف على طيب. الريبس ونشوف على الكلافيكل. شوف بقى، شوف وقول لي. هو في تقريبا في ريب فيشر ولا في فراكشرز في الريبس هنا يا جماعه اهو. في الراي تقريبا في الليفت واحد اهو، وده واحد كمان تحتيه. فيري 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 كومن الريب فراكشر. بص بقى، اي عيان حادثه داخل في حادثه غالبا عنده ريب فراكشر. طيب هو ايه، وانا بس مش شايف الفراكشر بس اهو في هنا اهو. ادي لو انت مشيت مع، انت المفروض تمشي مع كل، انت بتمشي مع الكلافيكل وكل ريب لوحده، لو مشيت مع الريب دي هتلاقيها زي الفل، لو مشيت مع الريب دي كده هتلاقي هنا كده في فراكشر هنا كده.
تمام. ما اعرفش لو كبرتها لكم هيبقى هتكبر معاك ولا لا، ما كبرتش ولا بتاع. خلاص واجب اعملها، واجب لنفسك. دور على ريفراكشرز، على نشوف صور كتير. فيري كومن الريفراكشر اللي هو مش ديسلوكيتد، اللي هو مكانه زي ما هو كده، او حتى لو في ديسلوكيشن بسيط ما بتعملوش حاجه. بس هو مشكله الريب فراكشر ده ايه؟ ان لو عيل عنده ريب فراكشر بيبقى بين، سيفير بين، سيفير بين، لدرجه ان انت ما ينفعش تروحه في بعض الاوقات. طبعا ساعات ممكن تروح، بس ما ينفعش تروحه. ليه؟ لانه عنده البين مش قادر ياخد نفسه من كتر ما البين سيفير. هو بيجي ياخد انسبيريشن، ديب انسبيريشن كده، مش قادر ياخد نفسه. فالعيان ده انت ممكن توصل لمرحله ان انت تدي له بقى ايه بين، يعني ممكن في عيانين كتير بتعمل لهم بلوك، فيرتبرال بلوك، بارا فيرتبرال بلوك. يجي بقى الجماعه بتوع التخدير وبتاع يحطوا كاثيتر كده حوالين الفيرتبرا وبتاع يعملوا بلوك، او ياخد بقى الحاجات اللي هي ايه، او ده العيان اللي يستحق ياخد مورفين، الحاجات اللي هي الاوبيويد. في انجلترا بره بيدوا مورفين وبيدوا فنتانيل، معرفش هنا في مصر بقى بيدوا ايه، بيدوا بقى حاجات هتلاقيهم بيدوا بقى ترامادول، وبيدوا الترامادول ده انا شفته هناك بس مش كتير. يعني هو المورفين هو اكتر حاجه بيدوها، والبلوكس بقى البارافيرتيبرال بلوكس ده. في البلوك انت بتدي لوكال انستاتيك، وبتدي له ساعات بقى في حاجه اسمها بين تيم. بره في بين تيم، هنا حد عنده بين تيم؟ في حد هيشتغل في مستشفى فيها بين تيم؟ مش عارف، بس لو حد ما انا ما عدتش عليا وانا قبل ما اسافر. البين تيم ده بقى بيستخدم يعني كومبينيشنز من حاجات، من كذا حاجه. هو عنده كده في جروبس للبين كيلرز، الحاجات بقى اللي هي النون سترويدال والاوبيويدز والحاجات اللي هي التانيه بتاعت اللي هي بتاعت النيرف بين ديت، اللي هي الجابابنتين والحاجات دي. هو بيعمل، يفضل يعمل خلطات كده وكومبينيشنز ويزود الدوز. طبعا بيدي ماكسيموم دوز ومش عارف ايه. يعني موضوع البين ده موضوع احنا بنستهون بيه، احنا كمصريين بنستهون بيه ومعتبرينه رفاهيه، ولكن هو في حالات كتيره جدا ممكن يموت. يعني لان هو العيان ده عنده ريب فراكشر، مش هيتعمل له عمليه، بس مش ممكن ما ياخدش، ما يعرفش ياخد نفسه. يعني من كتر البين هيجي ياخد نفسه فالعظمه هيتكسر. صدقني الموضوع مؤلم جدا، مش مجرد ان انت شايفه كده صغير فتقول ده ما ده ده بيستعبط. لا، انت لو انت شخصيا لو جربتها مش هتستحمل. ولو انت اتخبطت خبطه بس ومفيش كسر، خبطه بقى بروزك بس ومفيش كسر، مش هتستحمل برضه، هتلاقي نفسك مش قادر تاخد نفسك. وهم لما انا كنت شغال هناك كانوا عاملين سكور للريفراكشر، كانوا بيسموه ريفراكشر سكور. كام واحده مكسوره وموجودين مكانهم فين ومأثرين بدرجه قد ايه على الساتوريشن، وكان في سكور كده. والسكور ده كان عند حد معين بيدخلوه العنايه، لانه انت ممكن تعمله انتيوبيشن كمان، مش مجرد حتى كمان بين كيلرز، لا ممكن اعمله انتيوبيشن واخليه ميكانيكال فنتيليشن عشان خاطر هو مش قادر، العيان مش قادر ياخد نفسه. فانت متخيل ان ريفراكشر انت مش ممكن، ممكن ما تعملوش عمليه وما يحتاجش عمليه، وفي اغلب الاحيان ما بيحتاجش عمليه في اغلب الاحيان. والحاجه المهمه كمان في الريفراكشر الفليل تشيست. حد عارف يعني ايه فليل تشيست؟ يعني اكتر من كسرين، اكتر من كسرين في مكانين مختلفين في تو ريبس. تمام. يعني ايه فكره الفليل تشيست؟ يعني ايه فكره الفليل تشيست؟ انت عندك الشيست وول ده كينونه، كينونه معينه كده، يعني بيتحرك لما هيتتحرك الشيست وول، بيتحرك مع الانسبيريشن يتحرك لبره، مع الاكسبيريشن يتحرك لجوه. فالعظم يتحرك لبره ويتحرك لجوه، يتحرك لبره كوحده واحده. يجي مثلا التو ريبس تحت بعضيهم، تو ريبس تحت بعضيهم وحصل فيهم فراكشر في مكانين مختلفين، فانت عندك سيجمنت من الشيست ساب صاحبه، ساب اصحابه، ساب الايه، ساب الشيست كله، ساب الشيست وول كله. فالسيجمنت ده ما بيتحركش. انت بتاخد نفسك، لما بتاخد انسبيريشن الشيست كله يفتح الا الحته دي، الحته ديت ما تطلعش بره، بالعكس ده بتتشفط لجوه. ولما تاخد اكسبيريشن الشيست يقل
فالحته دي تبص لبره، بيسموها بارادوكسيكال موفمنت بتاع الفليل تشيست. المشكله ان الفليل تشيست ديت تقعد بقى ايه، طبعا كل ما تاخد نفسك ودي تضغط عليك painful very painful، تخليك ما انتش قادر تاخد نفسك، ممكن تخليك ايه مش عارف نفسك بيقل والساتوريشن بتاعك بيقل وهكذا وتعمل لك مشكله. ساعات انا بعوز اعمل عمليه عشان الفليل تشيست، مش في كل الحالات، مش اي حاله فليل تشيست بتعمل لها عمليه، ولكن في حالات كتيره جدا دي من الانديكيشن بقى اللي انا عاوز اصلح الريفراكشن ده، لو مأثر على الساتوريشن ومأثر على الفنتيليشن بتاع العيان، فانا ممكن الحقه بسرعه بميكانيكال فنتيليشن، ولكن يعني بعد انا ما لحقته بميكانيكال فنتيليشن طب وبعدين ما هفضل، ما هو عنده مشكله الفليل تشيست ديت هي اللي مخليه الساتوريشن بتاعه واقع. فالجماعه بتوع الايه الاورثوبيدكس بقى نكلمهم يجوا يعملوا لنا العمليه بتاعتهم. فكلمه فليل تشيست ان في سيجمنت من الـ من الشيست بيبقى تو ريبس فراكشر في 2 بوزيشنز، والسيجمنت ده ساب الشيست وول انتجريتي وبيتحرك بارادوكسيكال موفمنت. حد عنده مشكله في الحته دي؟ تمام. طيب ما هذا يا شباب؟ In the context of لا in the context ما كنت بقول in the context of trauma patient، مش context بتاع elective patient، مش بتاع لو elective بتاع ممكن تقولي pleural effusion ده trauma patient وانت عملت له chest x-ray ولقيتها كده هيموثوراكس. لا ما تقوليش هيموثوراكس، هيموثوراكس تمام. يبقى في عيانين التروما لو شفت المنظر ده، ده هيموثوركس، ده في دم، في دم في الشيست بتاعه وده حاجة بتموت. لا انت المفروض تعمل ايه اول حاجة لما تلاقي المنظر ده؟ سي تي. ماشي ماشي سي تي، انا بتكلم على كمانجمنت لا مش بلوروس، انت هتعمل شيست درين زي ما دكتور القذافي كده. طب لما تعمل شيست درين نزل الدم ده وبعدين انت عايز تعرف هو الدم ده لسه بليدنج اكتفلي بليدنج ولا واقف لوحده؟ ممكن يقف لوحده، اه طبعا في اغلب الاحيان بيقف لوحده، بس ممكن يفضل مستمر 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 مستمر. فكان في انديكيشن لو مستمر يبقى انت هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر تفتح ثوراكوتومي، هتضطر تفتح الشيست بتاعه تمام. والثوراكوتومي دي قصه كبيره، انت عشان تفتح الشيست ده ما هو يعني هو عايز تعرف بقى البليدنج ده جاي منين بقى، جاي من الميديستاينم ولا جاي من الهارت ولا جاي من البنك ولا جاي من منين، بلوه كبيره يعني بليدنج انترا ثوراسيك بليدنج ده قصه بتموت يعني. فالانديكيشنز بتاع الثوراكوتومي ايه في الحته دي؟ والارقام على فكره رف يا جماعه، الارقام في الطب كله رف عشان بس نبقى ايه متفقين. يعني مثلا لما حد يقول لك النورمال بلاد بريشر كام؟ 120 80، 120 80 دي رف جدا، ممكن يكون 110 على 70 ونورمال، ممكن يكون 100 على 60 وده النورمال، هو النورمال بتاعه كده تمام. فالانديكيشنز بتاع الثوراكوتومي يقول لك مثلا ان انت لو حطيت شيست درين وجابت لتر ونص اكتر من لتر ونص او اكتر يبقى انت كده محتاج تفتح ثوراكوتومي. هل الرقم ده دقيق 100%؟ لا عادي، ممكن 2 لتر مثلا والعيان كويس وستيبل وتصبر عليه، وممكن يكون لتر والعيان انستيبل وهي هايبوتنسيف وتاكي كاردياك ومعرقان وبتاع وعنده جريد 4 هايبوفوليميك شوك وبتاع، لا خلاص بقى. فيعني عشان التسهيل والبوربس بتاعت الامتحانات الانديكيشن بتاعت الثوراكوتومي لو انت حطيت، او الانديكيشن الثاني حطيت الشيست درين بتاعك وجايبه بقى ايه يقول لك 200 مللي كل ايه كل ساعه، يعني عمال اخرخر كده كل ساعه كده تبص على البتاع تلاقي 200 مللي، بص كمان ساعه لقيت كمان بقى 400 مللي، بقى مش فاكر 200 او 150، حد يراجع ورايا الرقم ده 200 تقريبا من 100 200 مظبوط 200 باذن الله لمده 3 ساعات. تقعد بقى انت 3 ساعات لو 200 في 200 في 200 لا خلاص كفايه بقى مش هنستنى اكتر من كده، يبقى محتاجين نفتح. فانت تقعد تلاحظ تحط الشيست درين وتقعد 3 ساعات بتلاحظ تشوفها بتجيب كام كل ساعه، لو هي بتقل يبقى خلاص ان شاء الله تقل.
الثوراكوتومي قرار في منتهى الخطوره، قرار في منتهى، والتروما ثوراكوتومي دي قرار يعني، ان شاء الله لما نيجي للترومات احنا عاملين محاضرات للترومات نتكلم عليها. طيب اللي بعديها، قبل ما نروح للي بعديها استاذن حضرتك، انا بعت لك فيديو للتشيست لو تحب تعرضه يعني. طيب خليه في الاخر. طيب لو عندنا وقت، لان انا مرتبط بوقت، فلو في وقت، وقت ايه وقت وقت ايه طيب خليه في الاخر يا دكتور، لو عندنا وقت نبقى نعرض. إن شاء الله. اللي بعديها، حد عارف دي ايه؟ احنا معانا شويه اكس ريز كتير يا جماعه لسه، يعني عايزين نشد حيلنا شويه. دي دي سمول صعبة سيكشن. شوية. لا هي دي نورمال اكس راي، ما فيهاش حاجة. بس اللي انا عايز، انا بوريها لكم ليه؟ بوريها لكم علشان خاطر لما قلنا الديفرنشال دايجنوزز بتاع الاير اندر دايفراج، كان زي ما الدكتور قذافي كده قال لنا، في واحدة كمان اللي هي البوست اوبراتيف، في واحدة كمان اسمها كيلاديتي ساين، عشان بس ايه ما حدش يوقعك فيها. كيلاديتي ساين دي شايفين هنا في اير اندر دايفراج اللي عليها النجمة دي، تمام؟ هنا في الجاستريك اير بابل، ده الجاستريك اير بابل، ده الاستومك، ما تقولش اير اندر دايفراج في الحته دي خالص، هو جاستريك اير بابل. هنا كده في ايه؟ في شويه اير كده، بس في ماركينجز كده، في باول، ده باول، ده باول. فده كلاديتي ساين ديت عباره عن ان الهيباتيك فليكشر اللي هو الحته بتاع الكولون اللي موجوده في المنطقه ديت انتربوزد كده ما بين الليفر والدافع، ده نورمال عادي. في ناس عندها كده الهيباتيك فليكشر بيتزفلط كده ما بين الليفر والدافع ويعمل لك الساين دي، اسمها كلاديتي ساين، مش كومن يعني، هي مش كومن. انا قلت بس ايه جايبها لكم كده تفاريح، يعني مش من الحاجات اللي بتاعت اللي بتموت ولا حاجه. شنو هذا؟ شنو هذا يا شباب؟ ماسيف بلورال فيوجن ان كونتكست اوف تروما يا جماعه، ان كونتكست اوف تروما. احنا تروما، احنا النهارده جنرال سيرجن، ماسيف هيموثوركس، هيموثوركس، تمام، ما فيهاش اي ابداع يعني، هيموثوركس خلاص. ده عندي شيست اكس راي، شيست درين بسرعه، وبقى ايه، شوف بقى تحضر دمك وحضر حاجتك عشان العيان ده ممكن يكون بينزف. خلاص شنو هذا شباب؟ تنشن نيموثوركس، ده تنشن نيموثوراكس محترم، معاه ايه؟ معاه ميدياستاينال شيفت، مفيش لنج خالص على الناحيه اليمين دي، والميدياستاينم باللنج بتاع كله، لكن بس على ايه؟ على الناحيه الشمال. خلاص واضحه جدا يعني، يعني مش عارف اصلا جابوا وقت منين يعملوا شيست اكس راي لحاله زي كده يعني. يعني مش عارف الحاله دي عاشت ازاي يعني. خلاص ده خلاص لازم تحط شيست درين بسرعه جدا. او على فكره في الحالات التنشن نيموثوراكس ديت، حط فينجر ثوراكوستومي او حط ابره، حط اي حاجه يعني. يكون ممكن انت لو حطيت ابره في السكند انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين فسيه يعني، ارجوك فسيه، ما تسيبوش كده يموت بايه؟ بالنيوموثوركس بتاعه. هي دي بقى الحالات اللي ايه، اللي بيبان فيها الدكتور بقى، اللي بيرفعوا له يرفع، ما حصلتش معايا يعني، بس الدكتور بقى اللي هو يقول لك ده انقذ حياه الانسان ومش عارف ايه، وفي في المسلسلات وفي الافلام وبتاع، يبقى في حادثه، وبعد كده بعد الحادثه يبقى واقع في الشارع ومش قادر ياخد نفسه وبتاع، فيجي واحد جايب بقى ايه مطوه، ولا جايب رقبه ازازه، ولا جايب بتاعه حطها له في السكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، يروح مفسي يعني. انت بتديله شويه وقت بس على بال ما الايه، ما الاسعاف تيجي. طيب طيب وبدل بالفكر ممكن اركب كانولا برتقاني مثلا، تنفع ولا لا؟ اي حاجه اللي في ايدك ركب، اي حاجه. المهم لو انت مش عارف تركب شيست درين مفيش وقت، وبصراحه انا لو العين ده قدامي، وانا قدامي الشيست درين وقدام الحاجاتي، وانا بعرف اركبها، انا مش هركب شيست درين، انا هقوم مفسيه الاول واخد وقت، لان فعلا على بال ما اعمل الشيست درين والحاجات والمش عارف ايه، الموضوع فعلا ممكن ياخد لي مثلا ايه بتاع ربع ساعه. طبعا ده لو هتجي تيجي تركب شيست درين مش هتعقم، في حالات، في اغلب الحالات اللي بركب شيست درين بتقعد تعقم، وطبعا يعني انت بتبقى
يعني بتدخل انفكشن جوه، ولو دخل انفكشن في الميديا ستاينم بتبقى لعنه لعنه، مش انفكشن سهله خالص. بس ده مش اتعقم يعني، ده مش اتعقم. انا لو انا دكتور وشايف البتاع ده وبقى انا بعرف اركب شيست درين وقدامي شيست درين، انا مش هركب شيست درين العيان ده، انا اقوم جايب اي حاجه، هات يا بنتي اي حاجه في ايدك واقوم حاططها في السكند انتركوستال سبيس، حطها في اي حته. يعني انت لو حطيتها في اي حته هتفسيه، حطها في السيف تريانجل بتاع الشيست، اعمل فينجر تراكوستومي، اعمل اي حاجه، لما تشوف المنظر صوت، لو مش عارف تعمل حاجه خالص صوت. ده هيموت في خلال يعني ما فيش خلال ثواني قليله. تمام يا جماعه؟ شنو هذا؟ لفت سايد هيموثوركس. لا ما فيهاش هيموثوركس. الليفت سايد ده الكاردياك شادو، العيان ده متاخد معوج، فده الكاردياك شادو على الليفت سايد ده. اير اندر دافلاج، هو دي بقى الاكس ريز، دي اللي بنشوفها في حياتنا اليوميه. يعني الاكس ريز الثانيه ديت الجميله دي ما بتجيش في الحياه، انما القرف بقى اللي هو في حياتنا اليوميه بتشوف بقى المناظر العجيبه دي، بتشوف بقى عيان معوج وبتشوف كاردياك شادو كده غريب وبتشوف مش عارف ايه وفي ايه راند دافع، ويطلع عيان عنده بيرفريد وعنده نيله سودا واحنا ما خدناش بالنا. فارجوك لو سمحت خليك فاميليار مع المستشفى اللي انت فيها، بص على الاكس ريز كتير عشان تتعود، لان المناظر الجميله الحلوه دي مش دي اللي في الكلينيكال، مش دي اللي في الحياه العاديه، ده كده الحاجات ديت ده في الاكاديمي، انما في المستشفى هو بقى القرف ده كده بقى اللي بيبان في المستشفى. وعلى فكره انا ما بتكلمش في مصر، انا بتكلم في انجلترا. يعني كنا بقى ايه الاكس ريز اللي هي معوجه، العيان معوج، العيان مش متظبط، الكاردياك شادو مش عارف ايه بتاع، هو ده المنظر اللي بنشوفه. ما هذا يا شباب؟ سيرجيكال امفيزيما. الله ينور عليك يا دكتور. دكتور قذافي يعني شاطر ما شاء الله، شكله اشتغل جراحه كتير. سيرجيكال امفيزيما لو سمحت ارجوك. هي انا مش كذابي لكن مش مشكله يا دكتور. لا لا عرفني، صححني. لا انا محمد صاحب، لكن ما تفرقش صاحب القذافي. انت صديقه بارك انا صديق. الله فيك. بارك الله فيك. ماشي يا دكتور محمد. الدكتور محمد يعني ما شاء الله يعني شاطر واشتغل، ده واحد اشتغل كتير، واضح ان هو اشتغل وشاف الكلام ده. دي سيرجيكال انفيزيما انا عارضها ليه؟ انا مش عارضها، دي مش طوارئ، بس انا عارضها علشان خاطر انا مثلا ببقى شغال، انا شايل الجراحه ويتصل بيا حد من الطوارئ ومخضوض جدا ومرعوب جدا، يقول لي مش عارف ايه، مش عارف شفتك زي فيها سيرجيكال انفيزيما. الصراحه الكول دي بتنرفزني جدا، ارجوك ارحمني، يعني ارحمني. هي مش عشان اسمها سيرجيكال انفيزيما تروح تكلم بتاع الجراحه، دي ما فيهاش حاجه، ده مش ده ده انا لو شفته والعيان كويس هروحه. هي كل قصه لو هو عايز اوبزرفيشن بقى لحاجه ثانيه ولا بتاع. سيرجيكال انفيزيما شويه هوا كده دخلوا تحت الجلد، يا اما بتبقى في العين التروما، يا اما العين اللي عنده بقى حاجه مثلا زي ايه تراكيو برونكيال فيستولا او حاجه. هي مش بتعالج السيرجيكال انفيزيما، انت ايه الكوز اللي عامل السيرجيكال انفيزيما؟ تمام؟ هي بقى ده بيبقى انت لو حطيت، يعني انت لو حطيت ايدك على الجلد بتاع العيان في اي منطقه كده فيها سيرجيكال انفيزيما، في رقبته او على الشيست على جلده كده، بتحس احساس كان في، عارفين لو انت شاري تلفزيون او حاجه وبيبقى في ورق كده في اللي حوالين التلفزيون ده اللي فيه فقاقيع كده كده اللي بتقعد هو بيبقى المنظر الاحساس ده كده، بيبقى حاجه كده ايه، حاجه يعني احساسها غريب جدا، وبتبقى ماليه الشيست كله والتمريض بيتخض والناس كلها بتتخض، ويجوا يكلموا الناس يا جماعه ارحمونا، يعني ما انتوا المفروض انتوا يعني دارسين طب يعني. فيعني ارجوك لما يبقى في سيرجيكال انفيزيما اطلب الدكتور الجراحه، حتى لو انت عايز تشوفه قولها له بالراحه، لان هي دي الحاجات اللي بتضايقنا احنا بالجراحه، موضوع السيرجيكال انفيزيما ده، لان انا مش عارف هم سموها سيرجيكال انفيزيما ليه، كانوا بيسموها مثلا انترنال ميديسن انفيزيما، ولا كانوا يسموها راديولوجيكال انفيزيما. يعني ما كلمه سيرجيكال انفيزيما بقت خلتنا كلنا ايه نجري حوالين بعض، هاتوا دكتور الجراحه، هاتوا دكتور الجراحه، وبعد كده يبقى العيان عنده مشكله بلوه سودا تاني يقول لك هي السيرجيكال انفيزيما اللي عامله له مش عارف ايه. هطلعها ازاي يعني؟ انا هطلع هو اير دخل انتشر في كل حته تحت جلده، بيبقى عامل زي ما تكون ايه، زي ما يكون يعني في تو لايرز كده، وانت يعني عارفين انتوا ان شاء الله العيد الكبير جاي اهو،
احنا بنعمل ياتروجينيك سيرجيكال انفيزيما لما بنيجي نسلخ الذبيحه اللي بيسلخ فيكو يعني واللي بيذبح فيكو، احنا متعودين يعني ان احنا نذبح بنفسنا، فانت بتروح فاتح فتحه كده في السكن بتاع رجل الذبيحه وتقوم حاطط فيها منفاخ وتقوم تقعد تنفخ بالمنفاخ تنفخ بالمنفاخ عشان تفصل السكن عن الفاشيه اللي تحت منه عشان تسهلها لك فيه وانت بتسلخ. فانت بتعملها اوريدي ياتروجينيك وانت بتذبح يعني. فطبعا الهواء ده انت عايز تعالج الكوز، ايه الكوز، ايه المشكله، مش ان انت تطلع الهواء من مكانه. يعني هتطلعه ازاي؟ يعني هتقعد تشرطه كله في كل حته عشان تطلع الهواء؟ والهواء ده مش ده اللي بيضغط على اللنج، ده بره خالص، ده تحت السكن، ده تحت، ده بره البون خالص يعني. تمام يا شباب؟ هذا الشخص اسمه رولف سيفرت. احنا خلاص خلصنا الشيست اكس راي كده يعني الحاجات المهمه. انا دخلت في الابدومين اكس راي، واول ما تخش في الابدومين اكس راي ارجوك افتكر الشخص ده رولف سيفرت. رولف سيفرت ده عالم سويدي. هو كان انت عندك الايونايزنج راديشن بتتقاس بحاجه اسمها الوحده اسمها سيفرت. سيفرت دي على اسمه، على اسم الاستاذ رولف ده، هو اللي ايه اللي عمل القصه ديت وعمل وحده قياس الايونايزنج راديشن. انت في الطبيعي وانت عايش كده في الحياه العاديه جسمك بيمتص ايونايزنج راديشن طالعه من مصادر مختلفه. تمام؟ في يعني كميه معينه، الكميه بتتقاس بالسيفرت زي ما بنقيس كده الوزن بالكيلو والمسافه بالمتر والكيلومتر، بنقيس الايونايزنج راديشن بالسيفرت. فانت بيقول لك الباك جراوند ايونايزنج راديشن اللي انت بتاخدها ليها كذا رقم كذا. في بقى ميلي سيفرت اللي هي ايه يعني واحد سيفرت ده حاجه كتير، وفي بقى ميلي سيفرت وكذا، فانت مش عارف الرقم بصراحه. لما بتعمل شيست اكس راي انت خدت كميه سيفرت قدرها مثلا كذا، 1/10 تقريبا او كده. اللي يهمني ان انت خدت مده، يعني انت في اليوم الواحد الباك جراوند من غير حاجه خالص، الباك جراوند قول مثلا ربع ملي بتاخده من الباك جراوند، اعتقد هو اقل من كده بكتير. لو 10 ايام يبقى انت في ال 10 ايام خدت ايه؟ خدت ربع ملي في 10 ايام، اضرب بقى ربع في 10 يبقى ايه 2.5 مثلا. الشيست اكس راي لو انت عملت واحده شيست اكس راي يبقى انت خدت كميه ايونايزنج راديشن بالوحدة السيفرت ديت تعادل 10 ايام، كانك 10 على مدار 10 ايام، فمش كتير، مش كتير. انما الابدومينال اكس راي الايونايزنج راديشن بتاعتها عاليه جدا عشان يبينك الكواليتي بتاعت الابدو. اصل الابدو الشيست اكس راي فيها ايه؟ الشيست اللنج في ايه؟ الشيست في ايه؟ ما في لنج، واللنج دي شويه هواء وخلاص على كده وبون. انما الابدومين زيطه بقى، زيطه، عندك بنكرياس وعندك ليفر وعندك سبلين وعندك باول وعندك ميزنتري وعندك بقى ريترو بروتينيه الاورجن الحاجات الكدني والاورطة والبتاع، في دوشه هنا، في دوشه، فمحتاج تدي ايونايزنج راديشن كتير. فانت لو عملت 1 ابدومينال اكس راي بتساوي كانك عملت للعيان كميه الايونايزنج راديشن 35 شيست اكس راي. عشان كده الجماعه بتوع الراديولوجي ما بيحبوش الابدومينال اكس راي الا لو انديكيشن قويه جدا. وانا افتكر مره ان انا قعدت ما كنتش عارف المعلومه دي، انا بقولها لكم ليه؟ لان انت ما بتبقاش عارف المعلومه بتروح تطلب ابدومينال اكس راي لسبب هايف هيرفضوها وهيتخانقوا معاك وبتاع، وانت ما انتش فاهم، انت فكرهم بيغلسوا عليك وتقعد تقول والله لا طلع مش عارف ايه وبتاع، انت ما انتش فاهم، بس ادي كل القصه. فاعرف المعلومه علشان تبقى فاهم ان الابدومينال اكس راي الايونايزنج راديشن بتاعتها هتساوي 35 شيست اكس راي. يعني لو انت خمسه او شيست اكس راي 10 ايام يبقى انت اضرب بقى 10 ايام في 35 يبقى 350 يوم، كتير يعني، ده كده الرقم ده كتير. تمام؟
كانك قعدت 350 يوم تاخد ايونايزنج، انت كده كده هتاخدها، بس انت زودت كده دوز جديده ما كانتش محتاجها. طيب هل معنى كده ان احنا ما نعملش ابدومينال اكس راي؟ لا هنعمل، بس يعني خلي الانديكيشن بتاعها مقبول. ودي كانت مشكله كبيره، يعني هي مشكله كبيره في انجلترا موضوع الاكس رايز ديت، الابدومينال اكس راي بالذات، لان بقى اغلب العيانين بيعملوا سي تي. فانا مش عارف احنا بنعمل ابدومينال اكس راي ليه، يعني انا في حالات كتيره مش عارف احنا بنعمل ابدومينال اكس راي ليه. مكلفه جدا ومش جدا يعني، بس مكلفه، انت بتحط تكلفه وفي ايونايزنج راديشن وانت كده كده بتعمل سي تي في اغلب الحالات يعني. والابدومينال بين مثلا مش من الانديكيشن ان انت تعمل الابدومينال اكس راي خالص. في كده حاجه اسمها اي ريفير جايد لاينز بتاعه الراديولوجي، امتى تعمل ابدومينال اكس راي، مش من ضمنها الابدومينال بين. انت بتعمله بقى لو شاكك في انسان اوبستراكشن، ولو شاكك في بتاع ده حاجات بقى بتاعت اللارج باول والسمول باول والانسان اوبستراكشن والكلام ده. ففي ابدومينال اكس رايز كتير جدا بتطلب نوت انديكيتد، وموضوع الراديشن ده موضوع في منتهى الخطوره، يعني منتهى الخطوره. انت بقى لو عرفت ان السي تي الواحده سي تي بتساوي حوالي تقريبا 200 تشيست اكس راي في الايونايزنج راديشن بتاعها، هوريكم بقى على الموقع قد ايه الوقت اللي السي تي بيعمله. تعال بص عليها دلوقتي لان هي هتكون مفيده واحنا بنتكلم في نفس الموضوع. فانا لو وريتكم الموقع اللي انا كنت حاطه ده، الموقع ده انا عايز اوريكم فيه حاجه واحده. ادي مثلا قال لك السي تي ابدومين وبلفس، انت بتاخد 7.7 ملي سيفرت، ده معناها 2.6 years comparable to natural background radiation. فانت كانك خدت كميه راديشن اللي هتاخدها في سنتين ونص. انت متخيل كميه الراديشن قد ايه؟ سنتين ونص. السي تي ابدومين بلفس ريبيتد وذ اند وذاوت كونتراست 5 سنين، سي تي كولونوجرافي سنتين، الحاجات بقى الباريوم والبتاع دي سنتين، مش عارف ايه. طبعا هو حاطط كل حاجه، حاطط الابدومينال ريجون الاشعاعات بتاعتها، حاطط البون، قال لك لامبر سباين الاكس راي 1.4 ملي سيفرت، دي ست كانك 6 شهور، دي حاجه بسيطه اكستريميتي دي تقول لك ليس ذان 3 اورز لان دي 0.001 ملي سيفرت. عندك الشيست سي تي مثلا 2 years، الشيست اكس راي زي ما قلنا اهو 0.1 ملي سيفرت 10 days، فالشيست اكس راي قليله شويه. الابدومينال اكس راي اضرب، هي مش موجوده هنا بس هي ايه 35 شيست اكس راي، اضرب بقى 35 في 10 او 35 على، لو عايز تعرف الملي سيفرت بكام يبقى تضرب 35 في 0.1. فالراديشن ديت يعني ملعونه يا جماعه. عشان كده الجماعه اللي بياخدوا اشعه دايما يبقى واخد باله من نفسه ويلبس الشيلد. انت عندك هم بيلبسوا شيلد اغلب الوقت، يحاول يبعد عن المكان بتاع الاشعه عشان خاطر ما يتعرضش ليها. يعني طبعا الموضوع الايونايزنج راديشن بيعمل كانسرز وبيعمل بتاع، مش قصتنا دلوقتي هو بيعمل ايه، بس هو بيعمل كانسرز يعني جميع الانواع. ادي شويه حاجات تانية كده، البون الديكسا سكان ده مش كتير 3 اورز، ودي حاجات كلها دي مش كتير. انما عندك مثلا البيت سكان، مثلا البيت سكان 7.6 years لو حد عارفه البيت سكان. والبيت سكان يعني بصراحه من الحاجات اللي الناس بتستخدمها بشكل مش تبع الجايد لاينز خالص. يعني هو البيت سكان ليه شويه انديكيشنز معينه كده مش من ضمنها الدايجنوزز اصلا، احنا بنتكلم في البيت سكان ده عشان الستيجنج وعشان حاجات تانية. ما علينا، مش قصتنا دلوقتي البيت سكان دي، حاجات ادفانسد شويه. خلينا بس كل الفكره اللي عايز اوصلها لكم موضوع الراديشن ده. حد في حته مش فاهمها في الحته دي قبل ما ننقل على عندنا شويه ابدومينال اكس راي هنخلصهم، نحاول نخلصهم بسرعه يعني. حد مش فاهم حاجه في الحته دي يا شباب؟ هو احنا معانا ناس اصلا ولا الناس مش ده لسه في شويه ناس اهو. تمام يا جماعه،
تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. ماشي طيب. ننقل على اللي بعديهم. عمك رولف ده، وبعد كده ده الموقع اللي انا كنت لسه باصين فيه، دي ابدومينال اكس راي. حد مفيش سكيما معينه يعني، انت كده هتبص على البون برضو، سباين والبلفس، عندك السباين اهو اللمبر سباين بقى كده، وبعد كده السكرم اهوت والبلفس عندك، بتبص ادي الايه ده الجوينت ده وده الجوينت ده، دي الاليان بون، السيمفيس بيوبس اهوت، وادي الايه الهيب جوينت هنا وهنا، مفيش بقى لا فراكشرز ولا بتاع. تبص طبعا طبعا في حالات التروما يهمنا قوي موضوع البلفيك فراكشر ده، يهمنا جدا موضوع اللي هي الايه الفراكشر نيك فيمر والفراكشر بتاع الفيمرز عامه، والبلفيك فراكشر بقى ايه مش قصتي مش هتكلم عليها انا النهارده. بص حطها من الهوم ورك بتاعك ان انت تتفرج على شويه بلفيك فراكشرز، دي من الحاجات اللي برضو خطيره جدا، واللي هي الاوبن بوك فراكشر بقى والشير فراكشر والبتاع بلاوي زرقاء يعني، بلاوي زرقاء. ولو مست منك في العيان وانت بقى ايه المفروض ان العيان ده بلفيك بايندر، تركب له بلفيك بايندر وتثبته وتحاول ما تحركوش وتحاول بتاع لحد لما يشوف بقى الجماعه بتوع الايه بتوع ال هي ديت اورثوبيدكس وفاسكولار كده كله بيشترك مع بعضه بس مينلي اورثوبيدكس يعني. فحاولوا تبصوا على اكس راي يكون فيها بلفيك فراكشرز، يكون فيها الحاجات بتاعت هي طبعا متقسمه لها تقسيمات كتيره بقى، انتروبوستيرور وبوسترو انتيرور وشير وشير ومش عارف ايه، يعني من الحاجات اللي انا كنت بستسخفها جدا يعني، يعني بصراحه مش عارف ما بحبهاش انا الحته دي خالص، بس مهمه، هي مهمه جدا. طيب بتبص، بصينا على البون، بتبص على الباول، المفروض اللارج باول موجود في البريفري كده، يبقى ادي الاسندنج، المفروض السيكم بيبقى هنا كده في الرايت ايليك فوسه، يعني ازاي ده بتبقى طبعا ازاي ده ما بتشوفهاش، بس يعني السيكم بيبقى هنا كده، والاسندنج كولون قصير ما هوش طويل يعني، يا دوب ده ادي شايفين شويه هواء كده في اسندنج كولون، وبعد كده الترانسفيرس كولون المفروض ادي الهيباتيك فليكشر بيطلع كده ويلف ينزل ترانسفيرس كولون، وبعد كده بيطلع لفوق اللفه دي عشان دي ترانسفيرس كولون، ما بيبقاش خط مستعرض كده لا، بيبقى يعني ادي هيباتيك فليكشر طالع لفوق وبعد كده نازل لتحت ترانسفيرس وبعد كده يطلع لفوق تاني عشان يروح للسبليك فليكشر، شايفين طالع لحد فين يا جماعه؟ طالع فوق خالص، ده طالع عند الاستومك، وبعد كده ينزل لتحت ينزل لتحت ينزل لتحت ينزل لتحت ادي السندنج، الديسندنج كولون دايما غالبا بيبقى اطول، شايف الاسندنج هنا قصير السندنج طويل، وبعد كده بقى يعمل سيجمويد اللي هو مش باين غالبا، والريكتم برده مش باين هنا قوي. فده السمول باول بتبقى في النص المنطقه الوسطانيه دي، دي كده نورمال ابدومينال اكس راي ما فيهاش اي حاجه خالص، ده نورمال خالص. تمام طيب سبوت دايجنوزز بقى بسرعه كده يا جماعه عشان ايه صحصحوا معانا، حد شايف حاجه غريبه في multiple air fluid levels حد ليه راي تاني؟ large في bowel obstruction dilation في الكولون، بس هو في شويه dilation في الكولون دي انا لو شفتها هقول normal abdominal x-ray، ده مش ده مش fluid level، الفلويد ليفل هتيجي دلوقتي، بس ده شويه دايليتد كولون كده، ده واحد بس عنده غازات واكل طعميه ولا حاجه وخلاص، ما فيش حاجه غريبه. وطبعا الالوان الزرقاء والحمراء ديت ده هو حد حاططها كدمونستريشن يعني عشان يبين لك، ادي عندك هنا برضو الاسندنج كولون دايليتد شويه صغيرين كده ترانسفيرس، وبعد كده ايه ده هنا سبلينك فريكشن ونازل ديسندنج، هنا ممكن يكون ده السيجمويد او ايه مش متاكد يعني مش باين، يعني بقى منظر يعني ده نورمال ابدومينال اكس راي، او ممكن تقول شويه جازيس ديستنشن ولا بتاع اللي هو ايه نورمال برضه. حد شايف المنظر ده؟ برضه distended right side distended ولكن اكتر distended شويه. الارقام هنا عشان تعرف هي ديستندد ولا لا، 3 6 9 احفظ ده 3 6 9، سمول باول اكتر من 3 سم تبقى ديستندد، سيكا 6 لارج باول اكتر من 6 تبقى ديستندد، السيكم بنديله اريحيه شويه لان السيكم اكبر بنقول 9 سم، اكتر من 9 سم يبقى ديستندد، يبقى 3 6 9 برضو الارقام رف يا جماعه، الارقام رف، فده ديستندد لارج باول عندك. بس انا جايبه عشان اوريك الاناتومي بتاع اللارج باول في الاكس راي شكله عامل ازاي. فادي شايف السيكم هنا
ده السيكم اللي هو بداية اللارج باول، وبعد كده طالع على السن يكون قلنا قصير، وبعد كده يبدأ هنا يلف كده ايه الهيباتيك فليكشر، وبعد كده يطلع لفوق خالص دايما الطلعة ديت، ادي السبلينك فليكشر هنا، ده مالناش دعوة بيه خالص، ده جاستريك بابل ده، انما هنا ده طالع كده وبعد كده نازل كده الديسندنج كولون، بعد كده رايح للسيجمويد. فده يعني اللارج باول ديستندد شويه برضو، ما هوش حاجه يعني ايه، مش اوبستراكتيف ولا حاجه. طيب سبوت دايجنوزز، ايه فلود ليفل ستراكشر؟ هي مش اير فلويد ليفل، هي انسان اوبستراكشر بس مش اير فلويد ليفل، يعني مفيش اير فلويد ليفل هنا، هي دي انسان اوبستراكشر، لان انت شايف ادي الباول اللي هو في النص البط دايليتد ديستندد باول لوبس كلها، ولو قست دي هتلاقي اكتر من 3 سم. فانت عندك بتعرفها منين لارج باول ولا سمول باول؟ طبعا من مكانها، بس الحاجه الاهم حد عارفها الفالفري الفالفي كونفيننتس. ايوه الهستريشن، الفالفي كونفيننتس ديت اللي هي الايه، الخطوط، شايف الخطوط دي واصله من الوول للوول الثاني، واصله من الوول للوول الثاني، مهمه جدا، من الوول للوول الثاني، من الوول للوول الثاني، دي الميوكوزال ريدجز كده اسمها فالفي كونفيننتس. لو انت رجعت للثانيه هتلاقيها مش واصله، هتلاقيها نص نص ومش مكمله، نص ومش مكمله، نص ومش مكمله، نص ومش مكمله، انما هنا مكمله للاخر، اسمها فالفي كونفيننتس. كده انا فرقت بين الديستندد لارج باول والديستندد سمول باول. تمام، اللي بعديها سبوت دايجنوزز. ايه دي بقى اللي فيها اير فلويد ليفل؟ تمام، مش كل السمول باول اوبستراكشن يبقى فيها اير فلويد ليفل يا جماعه، خلاص ادي دي ما فيهاش اير فلويد ليفل وسمول باول اوبستراكشن برضه. انا اتفضل. الصوره هذه تو، هذه الصوره اللي حاط عليها هذه سوباين، سوباين بوزيشن، لكن الثانيه الركت، في الركت يطلع مالتيبل اير فلويد ليفل، لكن في السوباين يطلع دايليتد بس. في السوباين في الايركت هتشوف الاير فلويد ليفل ديت اهي، ايركت زي ما الدكتور قال كده، ايركت مكتوب ايركت اهو. تمام، عيال العيانين اغلبهم بيبقى سوباين، هو اغلب متنايل بنيله ومش قادر يتحرك، بيبقى نايم على السرير وبيتعمل له الايه الابدومينال اكس راي اغلب العيانين. تمام، انما الايركت ده لانه خلاص بقى وقف وبتاع، فبدات الايه الميه تستقر وتستوي على يعني ليفل، فبقى عملت الاير فلويد ليفل. طيب اللي بعديها حد شايف حاجة غريبة؟ الديسندنج كولون في مشكلة، هاسترا كيف اللارج باور كي. حد أي رأي تاني؟ يا شباب حد ما فيش بنات؟ احنا معانا بنات النهارده، هي بس الصورة مش واضحة، قريبة شوية، فمش عاطية اورينتيشن كويس. لا هي حجة اللي انت بتقوله ده، حجة هي واضحة جدا. يعني شنو ده فريمانسك انجري مثلا؟ لا مش ده، لا هي ما بألفش انا ده، انا بجيبك حاجات الكومن. طيب يا جماعة احنا قلنا ايه؟ قلنا هي في الحياه العاديه ما بتجيش، دي ما بتجيش، انا ما شفتهاش في حياتي، انا ما شفتهاش غير في الامتحانات بس، ودي برضو ما شفتهاش غير في الامتحانات بس، ده انستان اوبستراكشن، هو ده بقى اللي بيحصل في الحياه العاديه، بيبقى لوب كده ولا اتنين، هو ده انستان اوبستراكشن، مش لازم كل اللوبس تبقى. وادي قلنا، احنا قلنا انت شفت دايليتد لوب، عايز تعرف هو لارج باول ولا سمول باول، امشي ورا الخطوط اهي، فالف كونفيننتس، وصل للاخر، وصل للاخر، وصل للاخر، وصل للاخر، وصل للاخر، وصل للاخر. يبقى احنا المعلومه بتاعت اللي احنا عمالين نقولها هنا ديت يعني هنا مش محتاجها، انت هنا مش محتاجها، انت محتاجها هنا بقى. تمام، يبقى ده سمول باور اوبستراكشن، ده سمول باور اوبستراكشن، خلاص. طيب السمول باور اوبستراكشن من ضمن الحاجات هتعوز تركب ان جي تيوب يعني يا جماعه، ان مش اللارج باور ممكن ما تعوزش، خاصه لو هو كلوزد لوب اوبستراكشن، لو كومبينيشن مش وقتها دي عشان ما نطولش. طيب اللي بعديها سبوت دايجنوزز. استنى الاستراكشن برضو
برضو جاستريك اوتلت. بس مالتيبل لا هي انترنال اوبستراكشن بس. ليه جاستريك اوتلت هتلاقي الاستومك كبيره جدا. ما جبتهاش انا النهارده للاسف، محطوها في الواجب بتاعكم. الواجب بتاعكم جاستريك اوتلت مهمه بصراحه بس انا نسيتها. طيب دي اسمها ايه الساين دي؟ لما بيبقى فيه اريكت وما انتش شايف مالتيبل اير فلويد ليفل كويس، ممكن تكون بيسموها سترينج اوف بيرلز. سترينج اوف بيرلز يعني عقد اللؤلؤ. هي عباره عن مالتيبل فلويد ليفل، اير فلويد ليفل، بس صغننه 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 جنب بعض، اللي هم ايه اللي هم ايه اللي هي دي، شايفين دي كده صغنون صغنون صغنون، دول كده اسمها سترينج اوف بيرلز ساين. خلاص ده واحد عنده انسر اوبستراكشن بس الفلو التست بتاعه مليانه فلويد. فالمالتيبل فالاير فلويد ليفل ما هوش واضح قوي زي دي، يعني دي واضحه جدا مش واضح قوي زي دي، انما دي فيها الفلويد ليفل لما يبقى صغير خالص كده، لان التست ممكن يكون بقى هو كان ايه يعني متعشي عشوه حلوه او بقاله فتره. انت عندك الانتستن نفسها بتفرز بتسكريت فلويد، يعني الانتستن نفسها بتسكريت فلويد، فممكن يكون هو بقاله حبه حلوين يعني اوبستراكتد ولا بتاع. طبعا ده مش انديكيشن يعني، لما بشوف سترينج اوف بيرلز مش اللي انا بقوله لك ده بس احنا بنحاول ان ايه نفكر بعض عشان ما ننساهاش، بس هي ليه بتحصل يعني. خلاص فسترينج اوف بيرلز ساين ديت من علامات الانستان اوبستراكشن. اللي بعديها هي دي اللي بعديها ولا ما دي هي تمام. دي انستر ابستراكشن برضو زي ما قلنا كده، هتطبق القاعده بتاع الفالفي كونفيننتس كده، هتعرف ان الباول ده سمول باول. سمول باول في الحته دي عادي يا جماعه، سمول باول مكان ال قدام، هو بيبقى قدام انت لو فتحت البطن عملت لابروتومي ما بتشوفش اصلا حاجه غير سمول باول بس، هو بيبقى قدام اللارج باول من كل حته يعني. خلاص طيب ادي واحده كمان اهيت انسان اوبستراكشن، سمول باول انسان اوبستراكشن واضحه يعني جدا، شوف كذا باول. بس هنا في حاجه جديده، في حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، في اسلاك فوق. لا يا عم غير الاسلاك يا عم، هنهزر يا عم احمد، اسلاك ايه؟ بكل العيالين بيبقى عندهم اسلاك. في الترانسفيرس كولون، ترانسفيرس كولون شكله عجيب كده، في ايه؟ عبير شايف كده فيتشرلس، فيتشرلس ما الوول بتاع الترانسفيرس كولون ناعم خالص، ناعم خالص بشكل غريب يعني، ما فيش اي هوستريشن ولا اي حاجه. ادي عندك شايف الوول، ما فيش حاجه خالص. ده ايه ده؟ ده معناه ايه؟ بليتد يعني زياده بدرجه ايه؟ ستريتش دايليتد بزياده يعني؟ معناه ان هو لما زي ما تقول ده انفلاماتوري باول ديزيز، سواء بقى ألستر كولايتس، غالبا بيبقى ألستر كولايتس او كرونز ديزيز ممكن برضو. انت عندك لو انت فتحت الكولون من جوه هتلاقي معرج، ميوكوزا متعرجه متعرجه متعرجه. لما بيحصل انفلاميشن في الميوكوزا دي بتبقى اديمتس، بيبقى تحت الميوكوزا ديت بتتجمع ميه، فتبقى كل يستوي بقى الايه، كل التعرجات دي تستوي، ولما تستوي ويبقى دايليتد كده يبقى ده بيسموه ايه، توكسيك ميجا كولون. دايليتد وانفليمد يبقى في مشكله ان هو ممكن يتخرم في اي لحظه، هو دايليتد وانفليمد فممكن يتخرم في اي لحظه، ده اللي بقى التوكسيك ميجا كولون اللي احنا بنخاف منه. فانت لما تشوف الاكس راي ديت تقلق بقى، لان هو ممكن يكون ايه يحصل له، العيان ده يخش في ايه بيرفوريشن مش يعني في اي وقت. ادي واحده كمان اهيت برضو توكسيك ميجا كولون، ادي شايف فيتشرز خالص، مفيش اي فيتشرز كله، شايف كولون يعني مفيش خالص، مفيش اي ميكوزا ريجس خالص، وهو هنا قايسها لي اهوت. احنا قلنا ايه 3 6 9، ده طبعا اكتر من 6، ده 7 سم اهو. هو كان في رقم كده يقول لك توكسيك ميجا كولون اكتر من 7 من 7 سنتي، ومعاه يعني ايفيدنس اوف انفلاميشن، ومعاه مش عارف ايه. التعريف ده انا لقيته في كتاب واحد بس وما لقيتوش في حته تانية يعني، مش فمش عارف انا حتى على موقع الريديوبيديا
الموقع محترم جدا، موقع راديوبيديا ده اللي هو عليك اللي انا تقريبا جايب من عليه من اغلب الاكس ريز اللي احنا شفناها النهارده دي، مش كاتبين التعريف ده بتاع التوكسيك ميجا كولون يعني. ولكن هو باختصار توكسيك ميجا كولون ده كولون دايليتد جدا لدرجه ان هو احتمال يفرقع. فهو لما يبقى دايليتد وانفليمد الفرقعه فيه يعني وارده جدا، عشان يبقى يفرقع من دايلاتيشن من غير انفلاميشن صعب شويه، محتاج يعني بيبقى الكولون قوي جدا والوول بتاعه قوي جدا، فممكن يعني يوسع حبه حلوين وما يحصلوش بيرفوريشن. اتفضلي. مش ميجا كولون كان بيبقى مع اللي هو المرض اللي هو congenital بتاع absent innervation تقريبا اسمه هيرشز برينج ديزيز؟ ما هو معاه، بس هو برضه بيجي مع انفلاماتوري باول ديزيز، هو بيجي مع الانفلاماتوري باول ديزيز وبيجي مع هي الثانيه ما اعرفش بقى هم الجماعه دول اصلا ده اطفال، ده القصه دي قصه اطفال ما اعرفش بيسموها توكسيك ميجا كولون ولا لا. احنا في الجراحه عندنا بنسمي التوكسيك ميجا كولون على كولون فيتشرلس ودايليتد وفي ايفيدنس اوف انفلاماتوري باول ديزيز، فبنخاف ان هو يبقى ايه يحصل له بيرفوريشن. خلاص اعتقد برضو الجماعه بتوع الهيرش سبرانج الاطفال والحاجات دي اللي بيبقى يعني بيحصل خلاص هو تقريبا النيرف سبلاي حاجه في الـ في الـ في الـ في النيورو بتاعه السبلاي بتاعه الكولون مش موجوده، جانجلون تقريبا او حاجه مش موجوده كده، هو ده الباثوفيسيولوجي بتاعها، فيخلي الكولون ما ايه ما فيش. انت اصلا القصه كلها بتاعه الكونتراكشن بتاع الكولون اللي هيبقى عنده تون كده وبتاع، كل ده نيرف، كل ده نيرف. ودي انا فاكر كنت انا قريب كده كتبت مقال على الفيسبوك على موضوع القولون العصبي ده. القولون العصبي ده يا جماعه يعني ده مش مرض، ده حاله نفسيه، المولد في المخ، المولد في المخ، والمولد ده طالع منه الكابل الرئيسي ده السباينال كورد، والكابل الرئيسي ده طالع منه مليارات بقى النيرف اندنجز رايحه للايه؟ رايحه للباول، من ضمنها الحاجات اللي رايحه للباول. الناس بتتعامل مع الباول والدكاتره، يعني مش الناس بس، ده الدكاتره بتتعامل مع الباول ان هو اورجان كده ماسوره، ماسوره مجاري بتصرف وخلاص. لا، الموضوع معقد بشكل انت لا تتخيله، انت كدكتور لا تتخيله، يعني انت لازم تذاكر الباثوفيسيولوجي بتاع الباول وتذاكر الاناتومي وتذاكر بتاع عشان تتخيل معايا قد ايه الموضوع معقد. البريستاليسيس دي حركه معقده جدا، وانت عشان يبقى عندك بريستاليسيس عايز نيرف اندنجز وعايز كوردينيشن وسينكرونيزم وبتاع عشان خاطر الباول يتحرك بحركه سليمه. فلما تبقى في نيرف اندنجز ديت فيها مشكله، ومن ضمنها موضوع القولون العصبي ده، ان انت نفسيتك بايظه، ان انت بتتوتر، ان انت مش عارف ايه، يجي لك بقى قولون عصبي. لما يبقى فيها مشكله اناتوميكال بقى او كونجينيتال زي ما الدكتوره قالت كده، يجي لك الهيرش سبرانج ديزيز ده اللي هو الباول بتاعتك مش شغاله او اتونيك كده ومش شغال. وبنلاحظها في ايام الامتحانات بتاعتنا، يعني لما يبقى عندك امتحانات حاجه من الاثنين، يا بتخش الحمام كتير يبقى معنى كده ان المولد بتاعك عمال يطلع كهرباء كتير ووجع لك الباول، يا اما ما فيش خالص المولد بتاعك نايمان خربان او حاطط كهربته كلها في حاجات تانية. فدي الطريقه اللي انا بشرح بيها موضوع القولون العصبي ده للعيانين، يعني بقول له هو ليه من الدماغ، لو ظبطت المولد هتظبط القولون بتاعك. فيعني لو حد ايه شاف عيان عنده مشاكل في القولون، لان مصر كلها عندها مشاكل في القولون، مصر كلها، وهو اول ما يعرف ان انت دكتور امتياز تكليفي بتاعه يقول لك انت القولون بتاعه دكتور وبتاع، قول له. وانا قابلت واحد مره فبيقول لي القولون يا دكتور، قلت له انت بتحط بنزين كام؟ العربيه لو بتحط لها بنزين 80 هتكركر، انما لو حطيت لها بنزين نظيف 95 هتبقى نظيفه. فظبط اكلك، ظبط رياضتك، ظبط وزنك، ظبط نفسيتك، ظبط علاقتك مع ربنا، هتلاقي القولون بتاعك اتظبط. ما تقعدش تعك في الاكل وتاكل بقى حاجات مقليات وتاكل حاجات حلويات وبتاع وتيجي تقول القولون بتاعي تعبان، ما اصل انت يعني انت طب انا اعمل لك ايه يعني؟ ما ينفعش اعمل لك حاجه، انت مسكنات كلها مسكنات والعيانين ما بترتاحش عليه. فهو ديت الاساس بتاعه موضوع القولون ده. كويس انها جت بالصدفه كده، لان دي يعني احنا دي معلومه عامه المفروض كلنا نبقى عارفينها علشان خاطر ايه
ما العيالين بتوع اللي عندهم قولون، يعني تقريبا مصر كلها ما فيش بيت فيه ما عندوش واحد او اتنين يقول لك القولون بتاعي تعبان وعندي غازات وعندي انتفاخات وعندي مش عارف ايه، وهي اساسا ده مش مرض ولا حاجه، ده نفسيه على رياضه على اكل صحي على مش عارف ايه، ده مش محتاج دكتور، ده محتاج يعني يظبط نفسه كده. طيب تعالى بقى دي وبصوا فيها كده، انا خبيت لكم التانية عشان ايه ما تحلوهاش. شنو هذا؟ شدوا حيلكم يا جماعة معانا عشان احنا عايزين نخلص. السهم بيشاور على ايه؟ مش شايف اصلا. ما سيبك بالسهم، ما تشغلش بالك بالسهم. ايه اللي دايليتد هنا؟ اللارج باول ابستراكشن، ده اللارج باول. اللارج باول الايه اللي دايليتد في اللارج باول؟ انت عندك بص فيها سيستماتيك، انت لو مش عارف جات لك دي شايف ايه دايليتد؟ شايف ريفرس ترانسفيرس ترانسفيرس تمام، الترانسفيرس دايليتد خالص اهو. طيب ليه يعني ازاي عرفنا ان هو ترانسفيرس مش سمول باول؟ هسترا مش الهسترا ديت واضحه جدا مش واصله، الهوستر دي الهوستر بتاع اللارج باول، ديسندنج كولون مش باين، السيكم الاسندنج كولون برضو ما انا شايفه قوي. حد شايف سمول باول هنا يا جماعه؟ لا. طيب ما فيش سمول باول دي، تعالى نشوف السي تي بتاعها. السي تي بتاعها اللي هو ايه ده؟ تمام، مكان السهم اهو في ثيكننج كده في الباول، ده دايليتد، ده الايه الاسندنج الديسندنج ولا ايه، سبلينك فليكشر هنا السبلين، وده السيكم هنا دايليتد برضو كده بس هو مش باين قوي هنا السيكم، وده الايه الهيباتيك فليكشر، ده دايليتد، ده ايه ده؟ ده تيومر في الديسندنج كولون وعامل بيسميها ديت كلوزد لوب اوبستراكشن. كلوزد لوب اوبستراكشن دي في منتهى الخطوره، دي في منتهى الخطوره. ليه في منتهى الخطوره؟ حد عارف كلوزد لوب اوبستراكشن يعني ايه الاول؟ عشان الجانجلونس. يعني ايه كلوزد لوب اوبستراكشن؟ ليه اسمها كلوزد لوب اوبستراكشن؟ كلوزد لوب مقفول من الجنبين بالتيومر والانيوتيكال. صح، برافو يا دكتوره، الله ينور عليك، مقفول من الجنبين بالتيومر من ناحيه والاليوسيكال فولف من ناحيه، عشان كده انا مش شايف اي دايليتد سمول باول. ال وات ايفر اللي هنا سواء كان فيسز او جاز ما بيصرفش في السمول باول. ليه؟ الاليوسيكال فالف وان واي فالف، يبقى الراجل ده لو كان عنده الاليوسيكال فالف بتاعه بايظ كان رحمه شويه، فساعات بوظان الشيء ممكن يكون رحمه، انما للاسف هو الاليوسيكال فالف بتاعه شغال كويس. لو الاليوسيكال فالف بتاعه بايظ كان ايه اللي هيحصل؟ كنت انت هتحط له ان جي تيوب هتلاقي فيها الايه الكونتنت، لما تحط له ان جي تيوب هيرتاح، انما بالمنظر ده لو حطيت له ان جي تيوب مش هيجي فيها حاجه، يبقى انا لازم ادخله عمليات على طول. ليه ادخله عمليات على طول؟ لان انت لو سبته هيفضل الاليوسيكال فالف يمشي كل الكونتنت في ناحيه واحده ومسدوده من عند التيومر، يفضل يتنفخ 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 لحد ما يفرقع. يفرقع فين بقى؟ السيكم. السيكم. يبقى العيان ده لو جالي وعملت له الاكس راي ديت وحطيت ايدي على السيكم لقيته تندر، يبقى ده انا باخده على العمليات على طول على طول، بساعات بابدونال اكس راي حتى ساعات ما بستناش سي تي، لان السيكم كده اول ما بقى تندر يبقى ديستندد او في او جانجنس او في يعني يعني مش لازم يكون بيرفوريتد، يعني ممكن يكون لسه ما وصلش البرفوريشن بس خلاص هيوصل، او في شويه او في ميوكوزال تيرز خلاص. فالكلوز دروب اوبستراكشن من الحاجات الخطيره جدا في الجراحه، وديت محتاج كل الناس تبقى عارفاها. اول ما تشوف المنظر ده ارجوك صوت صوت على دكتور الجراحه، منظر ان في لارج باول دايليتد وسمول باول مش دايليتد، واللارج باول زي ما انتم شايفين كده ما هيش دايليتد كلها، لو يعني هي كانت دايليتد كلها ارجوك من ضمن الواجب بتاعك اعملها دي واجب، شوف الفرق ما بين الكلوزد لوب اوبستراكشن والسودو اوبستراكشن. السودو اوبستراكشن ده عيان كلينيكالي حتى بيبقى عنده كرونيك كونستبيشن، بيبقى عيان كبير في السن ما بيتحركش، فيري فيري كومن فيري كومن، اللي هو ايه من الاخر ما عندوش حاجه، احنا كجراحه الجراحين بيقول لك ان ده ما عندوش حاجه، احنا بنسميه كده
سودو اوبستراكشن ده يعني ما عندوش حاجه، يعني ما يعني انا مش محتاج اشوفه. لو دكتور باطنه بيقول لي عندي عيان وبتاع، اقول له لا انا مش جاي. ليه مش جاي؟ ليه يا دكتور؟ اصلا مش هعمل له حاجه، انا تدي له انما، تدي له بقى لاكستيفز، تطبطب عليه، تخليه يتمشى في العنبر، مش عارف ايه، ده كلها حاجات تمريض، ده مش محتاج دكتور. انما الكلوزد لوب اوبستراكشن دي حاله بقى خطيره، واديكم شايفين حتى في السي تي دي بالمناسبه، يعني في ميتس في الليفر، وده الراجل ده عنده اودي، ادي تيومر اهو في السنين كولون، وعنده ليفر ميتس. ده برضو ده بندخله عمليات، لان احنا مش بنعالج التيومر بقى دلوقتي، احنا بنعالج الاوبستراكشن، ده لايف سيفنج سيتويشن. فما تقولش اصل ده في ميتس فمش هنعمل له حاجه، لا ده انت حتى تعمل له ستوما، حتى يعني اقل شيء ممكن تعمل له ستوما. وبعد كده الليفر ميتس دي كمان، الليفر ميتس دي بتتعالج على فكره، العيان اللي عنده كولون كانسر وليفر ميتس ده ده عادي ممكن ياخد كيمو ثيرابي يبقى كويس. العيان ده لو جالي في الطوارئ انا هعمل له لاباروتومي واعمل له واشيل التيومر ده واعمل له هارتمان، وبعد كده يبقى يروح ياخد كيمو ثيرابي، ممكن يبقى كويس جدا على فكره. تمام. حد عنده سؤال يا شباب في الكلوز لوب اوبستراكشن؟ ارجوك دور عليها، الفرق بينها وبين السودو اوبستراكشن. السودو اوبستراكشن ما بتلاقيش، انت شايف هنا في الاكس راي دي شايف الترانسفيرس كولون لوحده كده وحته من الديسندنج، تمام، وساعات بيبقى السيكم بيبقى باين. ما انت شايف بقى السيجمويد، انت لو جبت سودو اوبستراكشن هتلاقي كل حاجه دايليتد، هتلاقي زيطه ذروته، السودو اوبستراكشن دي ذروته. وبعدين كلينيكال، كلينيكال العيان بيبقى باين، يعني السودو اوبستراكشن ده بيبقى باين قوي، يعني بيبقى يعني عيان يعني فريل وكوموربيديتيز كتير وكونستبيتد بقى له بتاع شهر ولا بتاع، وهو اصلا طول عمره عنده كونستبيشن وبتاع. فحاول تفرقها، ولو انت مش عارف برضو تتكلم بتاع الجراحه، لو انت مش عارف هل دي كلوزد لوب اوبستراكشن ولا هي سودو اوبستراكشن، كلمه وتاكد منه، هو هيبقى عارف. انما ما تسيبش كلوزد لوب اوبستراكشن من الحاجات، يقول لك ايه should not spend overnight in the hospital، ما ينفعش، ما ينفعش واحد عنده كلوزد لوب اوبستراكشن يقضي ليله في المستشفى، لازم يطلع من العنابر يطلع على العمليات على طول، ده ما ينفع. ده لو حطيت له ان جي تيوب، الباقي كلهم بنحط لهم ان جي تيوب، هيفك شويه وممكن تستنى عليه. ايه الموست كومن كوز اوف سمول باور اوبستراكشن؟ سمول باور اوبستراكشن ايه الموست كومن كوز؟ فيري كومن ادهيجن. واحد عمل عمليات قبل كده، واحد عمل واحد عملت هيستريكتوم قبل كده، واحد عمل ما بتاع ده، اي عمليات قبل كده في بطنه، ده الموست كومن. اغلب الحالات دي اغلبها كونزرفتيف. كونزرفتيف يعني ايه؟ حط ان جي تيوب فلويدز نيل باي ماوس بتاع وخلاص. انما الكلوز لوب ده لا، ده هيخش العمليات، ده محتاج يخش العمليات، والا هيفقد الكولون بتاعه كله كله. انت عايز تدخله عمليات عشان تشيل التيومر وتحافظ على السيكم والاسندنج كولون والترانسفيرس. لو سبته شويه هنشيل الكولون كله، ولو شلنا الكولون كله هيعيش بقى باليوستومي طول عمره. فارجوك ما تبقاش سبب ان العيان ده تدمر له حياته، اعرف الفرق ما بين، لان دي هتجي لك انت في الطوارئ، انت بتاع الامتياز، انت مش جراح اهو، بس انت هتقف امتياز او تكليف او تكون انت تخصص تاني وبتاع، دي من الحالات المهمه جدا. حد عنده مشكله في الحاله دي يا جماعه؟ يا دكتور، الصوره الثانيه طبعا سي تي كورونال سكشن تقريبا. الصوره الثانيه سي تي انا جايبها عشان تبان، تمام. بس ابين لك التيومر. لا السي تي انا كنت حاططها كده بالمنظر ده، وبعد كده قلت بس السي تي عشان يبين لك بس، انما دي سي تي طبعا، ده سي تي وفيها كوب. لا كويس، لكن اي في كونتراست بس يعني، صح؟ مش اورال. لا فيها اي في كونتراست، وتقريبا ده اورال كونتراست برضو، ده اللي في السمول باول ده واخد اورال كونتراست. ما اعرفش هو مديني اورال كونتراست ليه، يعني ده عيان ما ياخدش اورال كونتراست خالص يعني. تمام. طيب ده اللي هو اللو اوف لابلاس، ده واحد اسمه لابلاس، واحد فرنساوي. ده انا بس عشان ابين لك انت عندك في المنظر ده كده اللي احنا شفناه هنا، حصل الاوبستراكشن، فزي ما الدكتوره قالت لنا كده ان في اوبستراكشن هنا وفي كومبتنت اليوسيكال فالف هنا، وبعد كده الاليا عمال يفضي وبيفضي في اتجاه واحد، فبيحصل زياده في البريشر في المنطقه ديت اللي ما بين التو بوينتس اوف اوبستراكشن. فلما بيزيد البريشر بايه بيحصل بريشر على
اكتر حته واسعه وهي السيكم، ودي على حسب الايه ده، ده له فيزيائي يعني اشمعنى السيكم هو اللي بيتاثر علشان خاطر اللو اوف لابلاس. The tension in the walls of a hollow sphere or a cylinder depends on the pressure of its contents and its radius. الراديوس اللي هو بتاع اللي هو اكبر حاجه بتاع الراديوس بتاع السيكم هو اللي بيتاثر، اول حاجه بتتاثر لما يحصل. عشان كده العيانين دول بتبقى احنا في خطوره، لان هو انت لو في العادي هتشيل السيجمويد او هتشيل الديسندنج كولون، انما لو هتسيبه وهاي بريشر فانت هيحصل بيرفوريشن للسيكم فهتضطر تشيل الاثنين وتشيل الكولون كله، ودي حاجه يعني مش جميله. لو انت شلت الحته بتاع السيجمويد واديته حتى ستوما فممكن تعمل ريفرس الاستوما دي ليتر، انما لو شلت السيجمويد كله خلاص بقى هتسيب الريكتم وتدي له بتاع ده اليوستومي، وعشان تحط بقى الاليوم في الريكتم دي قصه بقى ايه يعني مش ليه للناس اللي هي الجراحين بقى، دي بنعملها على محاضرات الجنرال سيرجري، مشاكل القصه ديت وازاي بتتعمل وكده، مش مشكله كبيره يعني من الاخر، هي مشكله كبيره. طيب ما هذا يا شباب سبوت دايجنوزز؟ توكسيك ميجا كولوم؟ لا دي مش توكسيك ميجا كولوم. مويد فولفولس؟ ده سيجمويد فولفولس. التوكسيك ميجا كولون الكولون العادي مكانه العادي بس دايليتد شويه، واحنا بنقول غالبا عشان يبقى معاه فيتشر لسه، عشان يبقى معاه انفلاميشن ايفيدنس اوف انفلاميشن. طيب انما ده في حاجه كده يعني دايليتد عامل زي الكوره كده، وفي خط في النص اهو كده، خط واضح جدا ابيض اهو، يعني دي برضو من الحاجات اللي هي بتيجي في الامتحانات بس ما بتجيش في الحياه العاديه. المنظر ده انا شفت يجي 1000 سيجمويد فولفولس، عمري ما شفت المنظر ده، والمنظر ده هو يعني دايما بتيجي شكلها غريب كده تمام. فده اللي هي اسمها كافي بين ساين اللي هي سيجمويد فولفولس، ده بيتعمل له دي كومبريشن، مش بيتعمل له عمليه، بتعمل له دي كومبريشن، وبعد كده ممكن تعمل بقى عمليه في الالكتيف. طبعا لو ما عرفتش تعمل دي كومبريشن في الالكتيف في الامرجنسي بتعمل له تدخله عمليات لابروتومي امرجنسي، تعمل له تشيل السجمويد ده وتعمل له هارتمان. طيب ده نفس الكلام برضو، انا جايب دي بالحجم ده في المعتاد بخصوص ده العادي. ده العادي هو بيبقى كبير كده، ده يعني هو ده العادي بتاعه، ده كده صغير شويه كمان. انا جايب دي عشان اوريك الاكسس، ده يسموه الاكسس بتاع الفولفيوس تمام. شايف الاكسس متجه عامل ازاي؟ متجه ناحيه الشمال قوي، دي برضو متجه يعني هو مش هقدر اقول لك ناحيه الشمال قوي، بس ايه ده الاكسس كده نازل كده الناحيه دي كده، ما هوش لان الاكسس في الثاني اللي هي الصوره ده شكل ده يعني ايه اللي بيحصل، ده النورمال طبعا اللي هي عليها السهم الاحمر ديت، وبيقول لك بس اللي بيحصل ان دي هي بتلف حوالين نفسها فبيحصل المنظر ده، فبيبقى الاكسس عامل كده متجه ناحيه الشمال كده شويه، وبيبقى ادي الفولفرس يبقى منظره كده، فده طبيعي، وده لما بيلف حوالين نفسه الايه السيجمويد يلف حوالين نفسه فبيعمل المنظر ده. ده كده الاكسس اهو بس رايح ناحيه اليمين، يبقى ده ايه؟ سيكل. يبقى سيكل فولفرس تمام. في حالات كتير يا جماعه ما بنعرفش نفرق كلينيكالي، ما بنعرفش بالاكس ري ما بنعرفش نفرق، بس كلينيكالي في فروق. الفروق غالبا في الايج جروب، يعني حتى انتوا شايفين الاكس ري دي شكلها كده بتاعت شاب صغير. الفولفولس السيجمويد غالبا بتحصل في حد كرونيك كونستيبيشن اولد ايج سايكايتريك بروبلم، عنده بقى اي حاجات بتاعت السايكاي مالتيبل سكلروزز او حاجات اللي هي بتخليك كونستيبيتد على طول، موبيليتي تعب قليله. الجماعه السيكل فولفولس ممكن تحصل برضه على فكره في القصه دي، وما بشوفهاش ان ديت حاجه يعني تفرقها بشكل واضح، هو سي تي من الاخر، لو انت متلخبط هتعمل سي تي. الفرق في ايه؟ وانا عايز اعرف ايه الفرق، لان السيجمويد فولفولس ده هروح حاطط بتاع ده في فليتس تيوب او احط في ريجيد سيجمويدوسكوبي في العنبر على السرير وافسي خلاص، يبقى انا ايه حولت الكلمه دي حلوه قوي في الجراحه، حلوه قوي في الجراحه، ان انا اي تشينجد ان ايرجنت سيتويشن تو ا سيمي ايرجنت وان، يعني انا قلتها ثلاث اربع مرات في امتحان الاف ار سي اس ومبسوطين قوي، هم يحبوا كده. ليه يحبوا كده؟ عشان ما تصحنيش من النوم، يعني انا راجل كونسلتنت نايم في البيت، ما تجيش تقرفني بقى
وتصحيني من النوم على سيجمويد فولفرس، فسهولي وانا الصبح هبقى اجي اتصرف معاك. فانت لما بتشينج ان ايرجنت، غير موضوع الصحيان من النوم، انا بقول لكم صحيان من النوم دي عشان خاطر ايه بس تتنبهوا معايا، انما هو حقيقه الامر انت لما بتحول عيان يعني ايرجنت لسيمي ايرجنت، انت بتدي نفسك وقت في كل حاجه، مش في النوم بس، في كل حاجه، في ريسسيتيشن بتاع البيشنت، في ان انت تعمل له تحليل كويس، ان انت تدي له دم، ان انت تظبط له اي الكترولايت ديستربنس، ان انت تكلم دكتور تخدير، ممكن يكون دكتور التخدير اللي معاك ما انت مش مبسوط منه، مستوى تعبان، ان انت تعمل له سي تي، ان انت تكلم اهل العيان، الحاجات دي كلها بتاخد وقت. لما انت بتبقى ايرجنت سيتويشن بتبقى الموضوع ايه بسرعه متلهوج وبتاع، ونسبه الغلط اعلى. فلما بتشين دايما حطها، لو انت راجل عايز تشتغل جراحه يعني حط دي في بالك، تشينج ان ايرجنت سيتويشن تو ا سيمي ايرجنت سيتويشن، عشان تفتكرها عشان ما تصحيش ليه ما تصحنيش خلاص. فبس يعني دي حاجه من الكونسبت المهمه في الجراحه. فالسيكال فولفيروس ده ملوش بقى دي كومبريشن بفليكسبل سيجمويدوسكوبي ولا ريجيد ولا فليتس تيوب، الكلام ده عايز عمليات على طول، ده ملوش حل تاني. انما السيجمويد فولفيلس ده اللي سهل، ده سهل، وده بتروح ايه بتاع ريجيد سيجمويدوسكوبي، عباره عن انبوبه بلاستيك كده بسيطه خالص بتدخلها وتدي كومبريس، لو ما عرفتش بتوديه الاندوسكوبي روم بيعملوا له دي كومبريشن ب الفليكسبل بقى. طبعا لو ما عرفوش بتدخله عمليات، يعني لو ما عرفوش بيدخله العمليات. حد عنده مشكله لحد هنا؟ طيب اللي بعديها دي صعبه شويه، دي برضو سيكال فولفولس، الاكسس مش باين قوي، هو ده الاكسس بس، هي كل ده السيكم كده تمام، كل ده السيكم كده. انا لو جات لي عين زي كده انا ممكن ما اعرفهاش، انا هطلب له اكس راي سي تي على طول، انا هطلب له سي تي عشان نشوف بقى ده فيه ايه. بس هي ايه مش من الحاجات، في اكس ريز كتيره جدا ممكن ما تبقاش ايه ما تبقاش واضحه، بس ده سيكال فولفولس ودي سيكال فولفولس. دي شكل السيكال فولفولس عشان تتخيلوها، هو في تلات انواع منه، في نوع السيكم بيتني يتني لفوق، وهو ده النوع الاخراني اللي تحت خالص، ده هو السيكم التاني بس لفوق، بيسموه سيكال باسكول، دي حاجه للجراحه يعني، بس يعني قلت ايه عشان تتخيلوا ايه اللي بيحصل. في نوع بيلف حول نفسه، سواء لف على الميزنتري بتاعه او لف على اللي راح واخد الاليان بقى ولافف بيه، زي في الصوره الثانيه دي، لو تايب 2 لوب سيكال فولفولس، وتايب 1 اكسيال سيكال فولفولس، يعني دي للناس اللي هي ايه مش جراحه تعتبر مش مهمه يعني، بس الجراحين المفروض يبقوا عارفين الكلام ده. ليه ما اعرفش برضه، انت كده كده هتفتحه وكده كده بقى ايه، خش جوه بقى عيش حياتك، اقعد بقى لف يمين وشمال ولغوص وبتاع. طبعا ساعات تبقى لو المنظر اللي هو تايب 2 ده، انا شفت حاله كده اللي هو احنا مش عارفين مين بيودي على فين، انت مش عارف الباور رايح فين ولا اللارج باور رايح فين ولا بتاع، بتقعد تتلخبط بقى عشان خاطر ايه تحطها في الوضع الطبيعي بتاعها. معلش انا ماشي بسرعه يا شباب عشان احنا اتاخرنا وانا عندي مشوار، فماشي بسرعه شويه. دي شفتها قبل كده، حد يعني جت عدت علينا قبل كده، حد يقول سبوت دايجنوزس؟ شباب لسه في ناس معانا في ميتنج ولا ايه؟ انا مش شايف حد، فارجوكوا ردوا عليا. حاجة بس بنحاول نفكر فيها. هي عدت علينا قبل كده. توكسيك ميجا كولون برضه. تمام. ادي ترانسفيرس كولون اهوت اللي هو رايح على السبلينك، فيتشر ليس خالص، مفيش حاجة خالص. اهو واسع جدا. تمام. لو قسته بقى لقيته ده يعني الصراحة مش محتاجة قياسة، يعني هي واضحة خالص اهو. ده توكسيك ميجا كولون. ده راجل عنده تلاقيه عنده ارسنال كولايتس بقى ولا حاجه. تمام. مانجمنت بقى مش وقتها. ده نفس الكلام برضو، عندك في فيتشرلس للسيدني كولون، كان ليها ساين، كان ليها اسم ساين يا دكتور محمد يا ليبي، انت اللي عارفها دي. بايبستن. ايوه هي دي، اسمها ايه؟ ليدستن او بايبستن. حاجه كده يعني، اللي هو بشوفوها عشان انا ايه يعني بتلخبط فيها، اسمها حاجه اللي هي بتاعه
زي البايب كده، زي ما فيش مواسير الرصاص باين. ايوه هي اللي انت قلتها. البايب ليد بايب. طيب بقى كده ما فيش اي فيتشرز خالص. طيب طيب الالترا ساوند كلمتين بسرعه عشان نختم موضوع الالترا ساوند ده. الالترا ساوند يا جماعه يعني مشكلته اللي بيعمله، مشكلته الاول اللي بيعمله زي اللي بيطلبه ان انت تكون طالبه الانديكيشن مظبوط، واللي بيعمله الدكتور او الراديولوجيست اللي بيعمله. ناس كتير بتطلب الترا ساوند في انديكيشن مش مظبوط للاسف الشديد يعني. يعني مثلا ايه يقول لك زايده نطلب له الترا ساوند. الزايده عشان تطلب لها الترا ساوند الزايده بتتشخص بالسي تي، بس في بعض الحالات بنفضل الالترا ساوند. ليه؟ لان مثلا العيان اللي هو صغير في السن، احنا زي ما قلنا كده في السي تي شفت الراديشن كانك اديته باك جراوند راديشن 2.6 years. فالصغير في السن اللي هو الطفل او بنت صغيره، خاصه البنات الصغيره، هو لسه قدامه عمر طويل هيعمل سيتيهات كتيره لسه في حياته. فانت ما يعني ممكن بالترا ساوند تحاول تشخصه، تحاول. هي صعبه، ما هيش سهله، وصعبه على الدكتور على الراديولوجيست ان هو يشخصها بسونار، لان الالترا ساوند ما بيحبش الجاز وما بيحبش الفات. فلما يبقى في جازيس ديستنشن ما الالترا ساوند ما يشوفش كويس. ولما يبقى في البادي هابيتس بتاعت العيان، عيان تخين وكبير كده وفي فات كتير، برضو الالترا ساوند ما يشوفش كويس. فالعدو الاثنين دول عدو، يعني عدو الالترا ساوند زي ما انا كاتب كده ديز ادفانتج. ثلاث حاجات: البني ادم نفسه اللي بيعمله، لان انا افتكر ان انا في دكتور راديولوجيست وكنا شغالين لما كنا شغالين في انجلترا، هناك في انجلترا يعني مش في مصر يعني، وراديولوجيست كان حالتين، كان حالتين في النبطشيه، حالتين عمل لهم الترا ساوند الاثنين، واحده قال دي زايده والثانيه قال دي مش زايده. فاللي كانت زايده دخلنا ما لقيناش الزايده، ما لقيناش فيها حاجه، لقيناها نورمال. واللي كانت مش زايده روحناها، جت بعدها بتاني يوم بيرفوريتد وطلعت زايده. فهو يعني الموضوع فعلا ما هوش سهل على الراديولوجيست. فتطلبه امتى؟ تطلبه في حالات الزايده مثلا، في عيان سنه صغير، بادي هابتس بتاعه يكون كويس، يكون رفيع، ما يكونش تخين. وانت طبعا مثلا في الحوامل مثلا بنبتدي بيه، بنحاول نبعد عن السي تي نبتدي بيه. وفي الحالات لا طبعا يعني في الحوامل يا جماعه برضو دي من المعلومات اللي انا يعني ناس كتيره بتبقى مش عارفاها، ان انت في الحوامل ممكن تعمل سي تي عادي لو الموضوع لايف سيفنج. يعني اللي في حالات التروما وواحده حامل وبتاع اعمل سي تي، ما تقعدش تقول بقى راديشن ومش راديشن، مش وقت الكلام بقى ده، مش وقت دلع بقى. احنا تروما ممكن يكون فيه بليدنج وممكن يكون فيه بتاع، فاحنا ايه ده مش وقت دلع. في الـ ايه تاني بنطلب في الالترا ساوند؟ انا بكلمكم في الزايده كده. في المرارات، كل بقى الجول ستونز وبتاع، الحته بتاع الجول ستونز ديت احسن بكتير كتير جدا من الجول ستونز ما هيش راديو اوبيك، راديو لوسنت. لو عرفنا انواع الجول ستونز، هما ثلاث انواع: الكوليسترول ستونز والبيجمنتد ستونز والميكسد ستونز. طب الكوليسترول ستونز ديت هي الوحيده الراديو اوبيك فيهم، التانيين راديو لوسنت. وساعات كمان لازم يكون في شويه كلاسيفيكيشن بتاع عشان تبقى راديو اوبيك، ساعات ما تبانش. فالالترا ساوند مهم جدا في حالات الجول ستونز، مهم جدا بشكل انت مش متخيله. لان بتاع يقول لك ايه عامل سي تي ما فيهوش حصوات في المراره، يقول لك لا اعمل الترا ساوند. هعمل الترا سونار يا دكتور ده عامل سي تي؟ ايوه يا سيدي اعمل سونار عشان نتاكد، لان عادي ممكن ما تبانش، مش باينه. الحته برضو اللي السونار احسن فيها الاوفري، الاوفريز في السي تي ما بتبقاش حلوه قوي، في السونار بيبين الاوفري كويس، بيبين الاوفري كويس ويبين الادنيكسيا كويس وبتاع. لو في بقى اوفريان بقى ايه ماسز ولا سيست ولا تورشن ولا حاجه، تبان احسن في السونار. الكيدني ستونز دي الجماعه بتوع الراديولوجي، ايام ما كان الراديولوجي تبع الجراحه زمان، فالكيدني ستونز من الحاجات الالترا ساوند كويس فيها. بس الكيدني ستونز من ساعه ما ظهر السي تي
بقى بريفيلنج موضوع الالترا ساوند خالص يعني. فالكيدني ستونز بقى بيعملوا سي تي كي، يسموها سي تي كي وبي، سي تي كي وبي يعني سي تي كده من غير اي بي كونتراست. انت لما بتدي اي بي كونتراست مع السي تي بتطول السي تي بيطول فبتزود الراديشن، انما لما بتدي من غير كونتراست الوقت بيبقى اقصر، فبيبقى ايه بيخش ويطلع كده بيبقى راديشن اقل بكتير يعني حبه حلوين كده. فالسي تي كي وبي مفيده، والسي تي وداوت كونتراست على فكره من الحاجات اللي يعني اندر ريتد جدا، انا بشوفها مفيده جدا جدا في حالات كتير. حاله بقى عنده مثلا كيدني فانكشن تعبانه، حاله عنده ريسك للراديشن، حاله عنده زي ما قلنا كده زي ما قلت كده بيدور على بندور على ستون في الكيدني، انت مش محتاج اصلا تدي اي في كونتراست، انت عايز تبص على اليوريتر والبلادر ودول مش محتاجين اي في كونتراست ولا حاجه. فده يعني ده ايه باختصار كده موضوع الالترا ساوند. فبسرعه كده الادفانتج بتاع الالترا ساوند، رخيص ما فيش سيف، منتشر جدا، تعمله في اي وقت بقى ايه ما انتش محتاج، بس مشكلته ان انت محتاج راديولوجيست كويس، اوبريتور ديبندنت، الجاز فيه مشكله، الفات فيه مشكله، ودول الانديكيشنز اللي احنا قلناهم. جول ستونز هو احسن، ابندسايتس في بعض الحالات زي ما قلنا، كيدني ستونز، وفي الاوفريز برضو الالترا ساوند كويس في الحته دي. طيب انا كده خلصت. لو حد حابب يسال، انا معلش انا 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 يعني فريت بسرعه كده الشويه الاخرانيين، ان شاء الله نحاول نعمل المره الجايه سيشن كده عن السي تي، وده اعتقد اللي هيفيد هيفيد الجراحين. ولكن انا اللي عايزك تستفاد منه لو انت مش جراحه وحابب يعني تحضر معانا، ازاي تعرف الاير عشان تعرف نيومو بروتونيوم وتصوت، وازاي تشك في اي بليدنج او حاجه، هما دول الحاجتين اللي فيهم خطوره اللي المفروض اغلب الناس تبقى عارفاهم. فهنحاول نتكلم في السي تي المره الجايه. الام ار اي يعني مش هنتكلم عنها كتير، هقول كلمتين عنها. يعني ما بشوفش ان هو مفيد ان احنا نعرف حاجات كتير عن الام ار اي حتى احنا كجراحين، ولكن نعرف بس بيزكس كده تي 1 وتي 2 كلمتين كده يعني، هضطر اذاكرهم تاني انا، بس كويس برضو نعمل ريفرشمنت دي المعلومات اللي عندنا. حد عنده سؤال في الكلام اللي قلناه يا شباب؟ حد حابب يعلق اي تعليق او يقول اي سؤال عشان احنا هنختم؟ دكتور، هو انا لما بعالج الكوز في حاله الامفيزيما، الامفيزيما بتخف لوحدها ولا جسم بيأبزوربت يعني مش قصة يعني، هي بتروح شوية كده وبتروح. تمام. تمام يا شباب. للأسف ما عادش معنا وقت الفيديو بتاع الفلتشس. هو ايه مدته طويلة؟ ثواني، 4 ثواني تقريبا. لا 4 ثواني نعرضه مش مشكلة، نعرض الـ4 ثواني. انت ايه دكتور مين؟ خليل؟ ايوه خليل. طيب ادي هو لا يعني المنظر ده انا عمري في حياتي ما شفته يعني. هو طبعا ده فليل شيست محترم قوي من اللي هو على ابوه يعني، بارادوكسيكال موفمنت. ده بقى خطير جدا بقى، ده ما بيستناش، ده لازم يروح يتصلح على طول، والا ده هيفضل ياخد نفسه كده لحد ما يموت، اللي هو البارادوكسيكال موفمنت ديت لحد ما يموت. فده تعمل له انتيوبيشن وفنتيليشن وتكلم بتاع العظم، ويجي بقى بتاع العظم ايه يتصرف معاه. اديك شايفين البارادوكسيكال موفمنت بتاع الفليل تشيست، حاجه يعني عظمه يعني، بس المنظر ده مش بنشوفه كتير، بيبقى ساعات فيه فليل تشيست بيبقى حاجه بسيطه كده، وده ممكن مش لازم بقى اللي هو ايه هنجري بيه على العمليات، ممكن نستنى شويه ونأسس ورياسس كل قصه الهيمودايناميك ستيتس بتاعت البيشنت. تمام يا شباب. طيب كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نحاول نعمل سيشن تانية عن الموضوع السي تي ده، مش عارف امتى بصراحه. انا يعني مدي رمضان
يعني وقت اكتر دي العبادة، حتى بحاول ابعد عن شوية الاكتيفيتيز اللي احنا بنعملها بانتظام. هنرجع بقى بعد العيد ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.